مشاهدينا بنحييكم بهالحلقة الجديدة اللي رح نتابع فيها بطبيعة الحال كل التطورات. موضوع الكورونا هو الشغل لكل اللبنانيين بهيدي الفترة. بكرة في مجلس وزراء طارئ بالقصر الجمهوري ببعبدا، يلي اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع. بعض المعلومات عم تتحدث عن إمكان إعلان حال الطوارئ، أو ربما مش إعلان حال طوارئ، إنما إعاز للمؤسسات العامة والخاصة بالإقفال لمدة معينة. أكيد هذا الموضوع رح نتابعه بشكل أساسي خلال هذه الحلقة، بالإضافة إلى جملة مواضيع تانية مرتبطة بهذا الموضوع، من الإنفاق على المستشفيات الحكومية خلال الفترة السابقة، تداعيات الإقفال على المستوى الاقتصادي، ماذا عن نسبة البطالة اللي زادت بالآونة الأخيرة واللي هلأ كمان طبعا رح تتأثر سلبا. كل هالمواضيع وغيرها رح نناقشها مع ضيفنا محمد شمس الدين، الباحث بالدولية للمعلومات. أهلا وسهلا مساء فيك الخير أستاذ لك، محمد. مساء الخير للمشاهدين. يعطيك ألف عافية. خلينا نبلش شوي من إعلان حال الطوارئ، إذا كان في إعلان. خلينا ناخذ المعلومات. بينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ سالم زهران، الإعلامي سالم زهران، مدير مركز الارتكاز الإعلامي. مساء الخير. مساء الخير لحضرتك للأستاذ محمد. مساء الخير أستاذ سالم. مساء الخير ويعطيك ألف عافية. أستاذ سالم، بكرة في اتجاه لإعلان حال الطوارئ، ووفق أي شكل بحسب معلوماتك؟ بكل صراحة يعني قبل المداخلة مع حضرتك والحكي معك مسؤولية، اتصلت بأكثر من وزير بالحكومة، حتى وزراء الحكومة ما بيعرفوا قرار بكرة شو راح يكون. لكن الجو العام، مفهوم الطوارئ بالمعنى القانوني أكيد لا، لأنه الطوارئ بالمعنى القانوني اللبناني اللي نص عليه الدستور بيعني سيطرة الجيش بشكل أو بآخر، بيعني حظر تجول وعنده إجراءات تبعات كبيرة. لكن لنوضح، الطوارئ هي درجات وأنواع. الولايات المتحدة الأمريكية وقت بيقول ترامب طوارئ بحط حده 50 مليار دولار، بتوصل القصة لحتى الدليفري درون، طيارة درون بتوصل لك دليفري الدواء والأكل على البيت. نحن لنكون واضحين وصريحين مع بعض، إحنا ما عندنا هذه الإمكانيات لا المادية ولا اللوجستية. أنا تقديري رح يكون في ميني طوارئ على أدنى، يعني طوارئ صحية للقطاع الصحي، رح يكون في إقفال يبدو للمؤسسات القطاع العام والخاص، اثنين راح يسكروا، واثنين اساسا اذا بتراقبي حضرتك المجتمع لوحده بلش فيها، يعني اليوم فعليا هلا انا في فرجيكي هون ببيتي ببيروت، حوالينا حتى الدكاكين الصغار بلشت عم بتفكر بتعمل هي اجراءاتها. نعم شفنا نسبه من الوعي عم ترتفع اخر 24 ساعه، لكن هيدي لوحدها مش بتكفي. انا اللي فهمته هو على الشكل التالي لكون كثير واضح، اقفال القطاع العام والخاص، اغلاق النوافذ البريه، وقت نقول بريه ممكن عم نحكي مع سوريا، البحريه والجويه مش بشكل مطلق، يمكن 99.9% لانه في بعض البضائع اللي احنا بحاجتها. اكيد ما فينا نسكر الصيدليات، اكيد ما فينا نسكر القطاع الصحي، لكن الاهم هي هل نحن اليوم جهزنا مستشفياتنا؟ يعني قبل اتصالي مع حضرتك وصلتني رساله على السوشيال ميديا من عكار، بتقول انه هل جهزنا مستشفى بعكار مثلا حكومة للكورونا إذا بكرة توسعنا واحتجنا أكثر أسرة؟ المسألة معقدة ومركبة. اللبنانية جزء منه انتبه على حاله وعمل نوع من الضبضبة بالذات، جزء آخر لا، بعدنا عم نشوفه عم يكذب الطرقات. تقديري بكرة الحكومة والمجلس الدفاع الأعلى برئاسة فخامة رئيس الجمهورية الإمام ميشيل عون رح يحسموا أمر الإغلاق ورح يحسموا أمر الإجراءات. لكن أنا بدي أعطي مجموعة نصائح كمواطن. نعم، بس هون عندي سؤال، لما بنقول اقفال المؤسسات العامة والخاصة، هودي في ناس مياومين، في ناس ما بعرف بتشتغل مثلا شوفيرية التاكسي، هودي شو بيصير فيهم بهيدي الحالة؟ يعني عمرك أطول من عمري، أنا اللي كنت عم بقول من شوي عم بقرا بالإمارات عملوا حزمة إعفاءات ضريبية، مثلا معاينة على الميكانيك بيسوى هلا نلغيها، مش بكره واحد بياكل ظبط لانه ما عمل معاينه، وقت المعاينه هو الوقت اللي لازم يروح فيه وتضطر الناس. مثلا الكهرباء، المي، بيسوى نرفع ساعات، نقلل ساعات التأمين ونرفع ساعات التغذيه وحتى ننزل الشطور على المواطنين، يعني في حزمه اجراءات استاذ محمد اكيد اشطر مني فيها في عددها كلها، فينا نحن نعملها نوفر على المواطن ونعوض له ماديا. يعني حتى عمال عفوا سائقي التاكسي اللي بيدفعوا ضريبه على النمره الحمراء بيسوى نعفيهم من هالشهرين، نقسم هالشهرين قديش بيطلع عليهم ضرائب نعفيهم منها، لا نحن بحاجه نعمل هذه الاجراءات، والاهم من هيك المجتمع المحلي، يعني الوزير جبران باسيل اليوم
كنت عم بقرا له العشر نقط اللي قاله. صحيح. بعتقد اذا كل حزب، كل تيار، كل جمعيه اهليه فيها تمشي فيهم بيكون شيء عظيم. انا بعرف اليوم رجل اعمال ما بيحب يقول اسمه، صديق لي، اشترى 900 حصه، هالمره مش غذاء، حصص تنظيف وكمامات، ووزعهم على مناطق مختلفه بلبنان. في عدد كبير من الجمعيات عم تعمل هيك، الهيئه العليا للاغاثه معنيه هلا تفوت اكثر تساعد بهذا الموضوع، نحن معنيين نتكاتف مع بعضنا. بتبلش القصه من حضرتك ببيتك وجوزك واولادك وجيرانك ولجنه البنايه، وما بتخلص بالبلديه وفخامه رئيس الجمهوريه. كلنا معنيين نتكاتف، وخلينا دائما نتذكر امكانيات حكومتنا متواضعه. نحن عم نحكي عن امريكا ب 50 مليار، عم نحكي بلندن ب 40 مليار، عم نحكي بكندا ب 30 مليار، اكيد نحن امكانياتنا متواضعه كثير. بهي الامكانيات بدنا نجرب نعمل ميني طوارئ على قدنا. طيب استاذ سالم، اليوم بالسياسه البعض وضعها انه هذا الاعلان اللي بدها تعمله الحكومه بكره، اللي هو سميته حضرتك ميني اعلان طوارئ، هو ما كان رح يصير لو ما السيد نصر الله امبارح والوزير جبران باسيل، النائب جبران باسيل اليوم، عطيوا الضوء الاخضر. عم بيصير في هجوم بالسياسه حول هيدي النقطه تحديدا. بتعرفي اكثر شيء بحزنني ست ريت، انا عم بقرا تصريح نتنياهو، نتنياهو عم بعيد الانتخابات للمره الثالثه مدري الرابعه، لانه مش عم يتفقوا سوا. جاي عم بيقول تعالوا نعمل حكومه شراكه لنواجه الكورونا ونتجاوز خلافاتنا، ويبدو في تجاوب من الكتل داخل اسرائيل. بتحزني وقت بتشوفي ترامب عم يعلن من ساعه انه اسسوا فريق عمل بين الجمهوريين والديمقراطيين ليكونوا سوا عم بيواجهوا. بتحزني وقت بتشوفي عدونا الاسرائيلي عم بيتكاتف ونحن عم نقبر بعضنا بحديث تافه بلا طعمة. سواء اجت المبادرة من السيد حسن أو من الوزير باسيل أو من الدكتور جعجع أو من أي شخص بالدنيا، لازم نحن نتلقى هالمبادرة ونشجعها. إيه الحكومة معنية تتشجع من قبل كل الناس لحتى نقول معها نحن معك إذا بكرة عملتي حالة طوارئ. هذا بيتسجل للسيد حسن والوزير جبران باسيل، مش بيتسجل عليهم. ورح أرجع عيد، مش اكيد رايحين على الطوارئ، وانا على الاغلب بقول مش رايحين على الطوارئ بالمعنى القانوني، نحن رايحين على ميني طوارئ على قدنا اساسا بلشنا فيها. بس عيب بال 2020 يكون في حدا عم بيعد الجثث وعم بيعد الضحايا وعم نشبه ببعضنا البعض، هيدا دمنا، دمنا كلنا على الطريق، وهيدا الدم ما بيميز لا ابن جبال ولا ابن جنوب ولا ابن شمال ولا ابن بقاع. نحن معنيين نتكاتف مع بعض، معنيين نخلق افكار. هلا ما حضرتك حكينا عن المعايير الميكانيك، استاذ محمد ما بيطلع معه شيء ثاني، حدا بيطلع معه شيء ثالث، خلينا نفكر كلنا سوا قبل جلسه الحكومه، نضغط بالاعلام وبالراي العام، نقدم مقترحات لهيدي الحكومه، نقول لها هيك فيك تساعد المواطنين حتى يساعدوك، خلينا كلنا سوا. بس استاذ سالم، نعم. اليوم في فريق سياسي عم يعتبر انه هذه الحكومه قصرت، هذه الحكومه هي اللي ادت اجراءاتها الاستلشاء، هو اللي ودى الى انتشار الكورونا بيناتنا، وبالتالي عليهم تحمل المسؤوليه. ابعد من ذلك، راح رئيس حزب القوات اللبنانيه عم بيقول انه احنا قد نتجه الى مقاضاه وزير الصحه ورئيس هذه الحكومه. بالعاده بشتري المشكل شراي، بس من اول ازمه الكورونا مقرر كل واحد يغلط ضوي له شمعه وادعي له الله يهديه. مسالم لا، بيقول الشاعر لا تنهي على خلق وتاتي بمثله، عار عليك اذا فعلت عظيم. احسنت. ما في يقول لهم اذا بتريدوا ما تسيسوا، وبعد شوي رد عليهم رد عنيف، الله يسامحهم ويهديهم كلهم، يعني كلهم، ونحن معنيين كلنا، يعني كلنا. بس هن عم بيسيسوا، بس عفوا هن عم بيسيسوا ولا عم يوصفوا واقع صار؟ الجدل واستاذ محمد فهم علي اللي قصدته، بعتقد انا كمان فهمت عليك، بس عم جرب اخذ جواب. انت شغلتك بحركه، انا مقرر ما جادل، لانه انا اللي خايفين منه في بكره على بكره مثل اسبانيا، طبي وحده بنهار واحد 1500 مصاب. طب اذا طبي وحده بنهار واحد لا سمح الله 1500 مصاب، نحن جاهزين نستوعبهم؟ عنا مكان التنفس تستوعبهم، عنا أسرة تستوعبهم. صحيح. عايب هلأ نتجادل، رح يجي وقت تخلص الأزمة ونجادل بعضنا. بس خلينا نتذكر رئيس وزراء كندا مرته مصابة، وزير داخلية أسترالي هو مصاب، خلينا نتذكر إسرائيل هون مش عم نحكي عن مطرح بعيد، واحدة من أكثر الدول المتقدمة بالتكنولوجيا صار عندها حوالي 170 إصابة، ورايحين يعلنوا حالة طوارئ أكبر بكثير من اللي احنا عم نتحضر لها. هذا المرض ما صاب حدا لانه قصر، هذا المرض صاب كل العالم، وبيشبه الامراض اللي كنا نقرا عنها بالقصص الخياليه.
خلينا هلا نتكافى وراح يجي وقت الحساب. ونتذكر الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا وإيطاليا، إذا إمكانيات حكومتنا قد إمكانيات حكومتهم أنا ما نطلبها لهذه الحكومة. لكن هذه الحكومة بإمكانيات متواضعة بميزانية متواضعة عم بتواجه حاجم كارثة على قد كبير. نحن بدنا نشكرك كثير على هذه أنا المداخلة. بدي أشكرك ويسعد مساك ويعطيك ألف عافية حبيبي. شكرا شكرا كثير لك الإعلامي سالم زهران على هذه المداخلة. بعرف أستاذ محمد حضرتك ما بتحكي بالسياسة، حضرتك بتحكي بالأرقام والعلم، مشان هيك ما رح أسألك كيف شفت الأداء الحكومي بالنسبة للكورونا، ولكن الناس كانت عم بتطالب هيدي الحكومة إنه تعلن حالة طوارئ من أيام إذا بدك. نحن إذا بدنا ناخذ بجردة، كم مرة صار في حالة طوارئ بلبنان؟ شو يعني حال طوارئ؟ هلا إذا بدنا ناخذ مثل ما عم بيقول ما في حال طوارئ، في إغفال مؤسسات عامة يعني في وخاصة. أستاذ سالم وصف بشكل كتير مرتب الوضع وطرح عدة حلول للمواجهة التداعيات اللي بتحصل. طبعا في فرق، بدنا نقول للناس ما بعرف أنا شو بده يصير، بس في فرق بين إعلان حالة طوارئ ومنع التجول. حالة طوارئ تعلن بحالات أمنية، عصيان مدني، انقلاب عسكري مثلا، أو بحالة الكوارث الطبيعية، زلزال أو تسونامي، أو مثل ما عم نشوف هلأ انتشار هذا الوباء. صحية. يعني في عنا أو الموضوع الأمني العسكري أو الموضوع الطبيعي الصحي. نحن اليوم بوضع صحي قد يستلزم إعلان حالة طوارئ، لكن إعلان حالة طوارئ لا يعني منع التجول، يعني الناس تبقى ببيوتها. لا، بيصير في القوى الأمنية والحكومة بيكون عندها نوع من الصلاحيات الاستثنائية والمبادرات اللي طبيعة الظرف بتحتم انه تقوم فيها، بينما لو كان الوضع عادي ما ممكن تقوم فيها. هذا الفكره الاساسيه. فنحن مش عم نحكي، ما بتصور عم نحكي عن منع تجول، خليها تكون واضحه، لانه الناس بتشوف اليوم في كب معلومات كثير. منع تجول شيء وحل الطوارئ شيء ثاني. يمكن الاقفال المؤسسات العامه والخاصه، بعض الامور الغير الاساسيه والضروريه، بس النقطه مش هون. النقطه اللي بدي اسالها انا واللي الاستاذ سالم اشار لها، انه طيب اذا نحن اعلنا حال طوارئ لايمتى؟ لشهر، لجمعة، ليوم، لاثنين؟ هذا السؤال. تاني شيء، في ضرر على الناس، أكيد مش لازم تموت الناس، بس كمان في ضرر بده يلحق بالناس. صحيح. كيف ممكن الحكومة تعوض عليهم وهي بحالة عجز؟ يعني الأستاذ سالم اقترح مثلا الإعفاء من الكهرباء يمكن، أو الإعفاء من الرسوم الميكانيك. اليوم أنا بدي أقول شغلي، أنا وجاي الصبح على الشركة، وقفت على نفق على طريق سليم اسلام تقريبا نص ساعه، من الساعه شي 7:08 الى ربع لثمانية وربع، مرة 90 سياره عموميه، فيهم ثلاث كلهم فاضيين باستثناء ثلاثه، كل سياره فيها واحد. يعني هذا قطاع من عم بحكي نحن، النقل العام كله نهار، بدك تتصوري المحلات اللي بتبيع كماليات البسي وغيرها كله وغيرها مسكر. كله مسكر. طيب المواد الغذائيه، في تهافت على المواد الغذائيه، محطات البنزين تراجع بيعها. اذا نحن سكرنا في تداعيات، خصوصي انه مش مبين في شيء بالافق. يعني بتقولي لي مثلا بناخذ هالقرار لشهر، اوكي ما بنعرف امتى بيخلص الفيروس. وبالتالي لذلك انا بقول نحن يمكن قدام حال طوارئ صحيه ونوع من الحد من الخروج من البيت والاختلاط للحد من انتشار العدوى، لكن النقطه الاساسيه في إلى شيء اقتصادي. الناس مش لازم تموت أكيد بالمرض، بس كمان في تداعيات اقتصادية. الأستاذ سالم اقترح، أنا بقترح كمان، يمكن اليوم يكون في عنا إعفاء من الميكانيك، شغلة مهمة، بس يمكن اليوم يكون في عنا إحصاء للمؤسسات وكل حدا شو تضرر وشو الآلية للتعويض عليه. يمكن اليوم نخفض فاتورة الهاتف الخلية، يعني نخفف أعباء على الناس، لأنه حكما الناس بالقطاع الخاص أو اللي عندهم مصالح خاصة رح يتراجع عملهم، وبالتالي كيف في مجال نساعدهم ونخفف أعباء عنهم. كمان برجع بقول اللي ذكره الأستاذ سالم، مش أمريكا ولا لندن ولا فرنسا، إذا هونيك خصصوا 40 مليار و50 مليار، نحن عم نحكي عن 3 ملايين دولار، يعني عن مبلغ زهيد جدا. فبالتالي هلأ حالة الطوارئ إذا مني أكيد يمكن مرتين شهدها بلبنان لأسباب عسكرية، يمكن بال 52 وبال 58، يمكن مني أكيد، بس بتصور بال 52 آخر أيام الرئيس بشار الخوري، وبال 58 وقت اللي صار بنهاية ولاية الرئيس كميل شمعون. هودي الحالتين اللي صاروا، بس غير هيك بأسباب صحية ما شهد لبنان
بالزمن الحديث يعني هيك شيء مماثل، وبالتالي نحن قدام واقع جديد، واقع ما عندنا قدرة على مواجهته. فلذلك بدأ الأمور كتير متابعة وتكون كل الأرقام واضحة قدام المسؤولين قبل ما ياخدوا أي قرار، لأنه كل قرار بياخدوه له تداعيات، خصوصا أنه البلد أصلا نحن اليوم باليوم 150 لاندلاع الانتفاضة أو الثورة أو الحراك مثل ما بدك تسميه، يعني 5 أشهر أصلا البلد تعبان. فإذا فتنا هلأ بكمان بحالة إقفال لشهر أو شهرين، بالتالي بيكون الوضع كتير كارثي، خصوصا أنه نحن مع الأسف عم نشوف من السنوات الماضية المزيد والمزيد من حالات الفقر وتراجع المداخيل. يعني نحن اليوم وقت اللي رئيس الحكومة امبارح بكلمته قال 40% هم من الفقراء، يمكن النسبة أكبر، نحن اليوم يمكن الدراسات بتقول هني 55% 25 هني دون خط الفقر، يعني دخلهم ما بيكفي ليأمنهم غذاء صحي وسليم، وفي 30% هني عندهم غذاء صحي وكافي وسليم لكن ظروفهم السكن، ظروف اللبس، ظروف التعليم، الصحة غير طبيعية. وبالتالي نحن في عنا إذا عنا 5 وأكثر من نص الشعب اللبناني بوضع صعب، فإذا أجت هاي الظروف حكما رح تزيدوا صعوبة، وبالتالي بنصير حقيقة قدام كارثة اجتماعية إن شاء الله ما نوصل لها. أنا دايما بالرغم من كل شيء بدل متفائل، بس مع الأسف الأرقام ما عم تخليني يكون متفائل أكثر من هالقد. على كل حال أرقام الكورونا السلبية وتداعياتها مش بس بلبنان، يعني الاقتصاد العالمي كله تأثر سلبا، من شركات الطيران للنفط صحيح للبورصة للقطاعات الاقتصادية. المشكلة إنه إذا صابت دولة وضع منيح ممكن تتحمل، بس إذا صابت نحن ما بنتحمل. يعني نحن مثل ما بيقول المثل لتهز واقف عشوار، هذا المثل الشعبي، يعني أصلا نحن وضعنا كتير حرج، وإجت اللي صار زاد وضعنا حراجي، وبالتالي نحن قدام بنكون قدام مشكلة كتير خطيرة مع الأسف. عم تذكر لأكثر من مرة أنه نتيجة اللي صار إذا بدك زاد وضعنا حراجة، من أي ناحية؟ الأرقام شو بتقول؟ بعرف أنك محضر شيء. خليه وشغل، نحن بدي بس أقول إذا بدي رح أدخل بهذا الباب، بس بدي أقول نحن عنا نحن 3 مشاكلنا أساسية بلبنان، عنا الدين العام، عنا البطالة، وعنا الفساد. بموضوع الدين العام بتصور صار في خطوات عم تنشغل على هالموضوع، يعني بس لنقول للبنانية انه نحن الدين العام باخر 2019 وصل ل 92 مليار دولار، منه 31 مليار بالعملات الأجنبية اللي شفنا شو اللي صار فيها، والباقي يعني بنسبة تقريبا 36% بالعملات الأجنبية و 64% بالعملات اللبنانية. هذا الدين يبدو أنه ماشيين بحلول له على أساس نخففه ونخفف كلفته، لأنه سنة الماضية 2019 دفعنا 5 مليار و500 فوائد. هلأ بال 2020 في إجراءات أنه ندفع أقل، في إجراءات أنه ندفع 2.5 مليار تقريبا، وبالتالي هذا شيء إيجابي مشينا بهالأمر. بموضوع الفساد يبدو أنه إحنا بعدنا ما بلشنا، لأنه هذا موضوع شائك ومعقد. بموضوع الثالث المهم اللي هو موضوع البطالة وفرص العمل، كمان نحن بهذا الأمر عندنا كتير مؤشرات خطيرة. نحن أصلا قبل الأزمة الأرقام الرسمية بتقول أن نسبة البطالة هي 11.5% 11.6% اللي هي طبعا منا واقعية ومنا علمية. نحن اليوم حسب التقديرات كمان هذا عيب أنه لبنان دولة بالقرن 21 ما عندنا إحصاءات عن هالواقع الحيوي والأساسي. نحن اليوم عدد أو حجم القوى العاملة العاطلة عن العمل هو بحدود 350 ألف. في عنا 650 بيشتغلوا بالقطاع الخاص، وعنا 350 أو 325 بيشتغلوا بالقطاع العام، وعنا 350 هني عاطلين عن العمل، يعني ما يمثل 25%. اللي صار طبعا طلعت دراسات كثيرة أشارت أنه عدد اللي عاطلين عن العمل خلال هالفترة هو 220 ألف. طبعا نحن بالدورية للمعلومات ما عملنا شيء رسمي لأنه هذا الأمر يستغرق وقت وجهد، لكن من خلال بعض العينات نحن وصلنا يمكن لآخر كانون ل 15 ألف مش أكثر. وفي عنا من خلال اتصال مع بعض المؤسسات اللي أخذناها كعينات، وعنا تقريبا شيء 50 ألف تراجعت رواتبهم 20 أو 25 أو 50%. هذا لحد كانون تاني. هلأ المشكلة إذا استمرينا بهذا الواقع، في عنا المدارس لأن المدارس شغلة كبيرة، أن القطاع الخاص، وبالتالي نحن ممكن النسبة ترتفع أكثر وأكثر. إذا نحن عم نحكي عن 350 و15 365 ممكن نوصل ل 400 أو 450، وهذا يعني معناتها 33 أو 35% من حجم القوى العاملة. هون منصير بكارثة اجتماعية، لأنه نحن بلبنان اللي بيصير عاطل عن العمل ما عنده فرصة آخر، بينما بالدول الثانية وقت بتسجلي في مؤسسة وطنية للاستخدام اللي بيكون عاطل عن العمل بيطلع له بطالة. نحن إذا تركتي شغلك، إذا عندك، إذا مسجل
مأجرينك بالضمان، بتروحي بعد 6-7 أشهر بتسحبي تعويضك من الضمان بتصرفي وخلصنا. صحيح. وفي المسجل بالضمان إذا ترك شغله اليوم من بكرة ما عاد عنده دخل، وبالتالي هون نحن مقدمين على كارثة كتير خطيرة اللي هو موضوع البطالة وفرص العمل، اللي أنا برأيي لازم يكون له الأولوية بالمرحلة القادمة، لأنه إذا تركناه مثل ما هو سيؤدي إلى انفجار اجتماعي كتير كبير مع الأسف. طيب أستاذ محمد، إذا بدي أرجع شوي لموضوع الكورونا، اليوم في إذا بدك شخصيات عالمية من كبار الأغنياء، مثلا بيل غيتس تبرع بجزء معين من الأموال لحتى لمكافحة هذا الوباء. نحن ليش ضمن الأفكار اللي عم تنطرح، ليش ما في فكرة أنه امبارح طرحها السيد نصر الله أنه الأغنياء يساعدوا كمان بهيدا الموضوع، هيدا العون إذا بدك أو التكافل الاجتماعي بهيدا المرحلة؟ شو بيصير؟ قديش نحن يعني بعرف أنك عامل دراسة عن توزع الودائع بالبنوك، وأنه فئة كتير قليلة من الناس تملك الحجم الأكبر من هذه الودائع، صحيح؟ نحن بالدورية إذا بدنا ننطلق منا شو بيصير إذا نحن بالدورية للمعلومات بهذا الموضوع، مش من هلأ مع الأسف، هلأ الكل عم يحكي فيه، بس نحن من 2000 من 99 وال2000 عملنا دراسة وبينا تركز هذا الودائع اللي هو عمليا أنه في 0.05% كانوا بيملكوا تقريبا 60% من الثروة، اليوم نزلنا ل 0.09% بيملكوا أكثر من 60% من الثروة، وبالتالي في تركز كبير. ونحن وقت اللي بنحكي عن 5 ملايين و10 ملايين هودي ماشي، لأنه في ناس مع ثروات طائلة، وبالتالي هلا بالقانون ما فيك تقولي لحدا شيء، المسألة بدها تضامن اجتماعي وتكافل اجتماعي، وهيدي أنا برأيي لازم تصير حتى قبل هذا الانتشار هذا الوباء، لأنه أصلا بلبنان في كتير فقراء وفي كتير أغنياء، وبالتالي والهول الأغنياء كان لازم يساعدوا الفقراء بمعزل عن هيدا المرض. فهيدي المسألة ما بعتقد فيها قانون، هيدي المسألة راجعة على تقييم الشخص، هو بيقدر ولا بيقدر، ما بيقدروا يعملوا اقتطاع معين يعني. لا ما حدا بيقدر يعملها، هذا بالقانون ما بتصير، هيدي مسألة راجعة على كل شخص. وأنا بدي أقول شغلة، حتى هيدا الأمر مش بس بالأغنية، يعني حتى اللي معه $1,000 بيقدر يساعد ب$10، واللي معه $2,000 بيقدر يساعد بأكتر. يعني أنا بدي أقول كل مين معه زيادة أو كل مين معه شوية زيادة بيقدر يساعد الآخرين، بالتالي ممكن نقدر نعمل نوع من التضامن الاجتماعي، يعني مش بس الأغنياء اللي معهم مصاري لازم يساعدوا، حتى الناس اللي معهم مبالغ بسيطة بتقدر تساعد، يعني يكون في تضامن اجتماعي على مستوى كل شرائح الشعب اللبناني، مش بس اللي معه مئات ملايين الدولارات. بتدخن أرجيلة؟ لا أكيد، لأنه هلأ في خبر عن منظمة الصحة العالمية، بس بدي أقرأ شوي، بيقول أنه عم بتحذر من تدخين الأرجيلة بظل تفشي الكورونا. هذا كان تحذير سابق كمان، يبدو أنه تجدد هلأ، بس عم جرب فوت على الخبر تشوف تفاصيله، بما أنه صادر عن منظمة الصحة العالمية وبالتالي تحذير إذا بدك عالي. النبرة بتقول فيه أنه تدخين الشيشة يزيد من خطر الإصابة بالفيروس المستجد، وليس فقط لكون الأرجيلة ناقل قوي للوباء، بل ولأنه التبغ يؤثر سلبا على المناعة وصحة الجسم بصورة عامة، ما يجعل الشخص أكثر ضعفا بوجه الفيروس. وذكرت المنظمة بأنه كل من العراق والأردن والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية وسوريا وتونس وفلسطين المحتلة وإمارات أبوظبي ودبي وعجمان حضرت الأرجيل، فيما سلطات إيران طبعا منعتها، فيما سلطات إيران وباكستان وإمارات الشرقة اتخذت هذا القرار قبل ذلك. نحن هلأ أقفلنا المقاهي والمطاعم، وبعض المحافظات حتى عم بتسكر المحلات اللي بيبيعوا الأرجيلة. لما طبعا أنا ضد التدخين بالمبدأ، أنا ضد التدخين وضد الأرجيلة، وأكيد عندي ببيتي الصغير ممنوع التدخين أرجيلة وغيره، وبالتالي وهون أنا بدي أتوقف لشير أنه مودة الأرجيلة مع الأسف صارت مودة بلبنان، صار ما بيأرجل بلبنان بيعتبر متخلف دي مودة. صرت تلاقي كل الناس، أنا بندهش أنه شباب من الصبح أو بعد الظهر من الساعة 5 لنص الليل بيقضي 6-7 ساعات من وقته عم يحرقن على الأرجيلة، بتلاحظي في تراجع بالقراءة، في تراجع بالإقبال على المكاتب العامة، بينما تروحي على أي مكان بالأرجيل بتلاقي الناس عم تأرجل. وهون بدي أتوقف لشير أنه اللبنانيين بيستوردوا بالسنة $25 مليون فحم للأرجيل،
تخيلي ببلد مثل لبنان عم نصرف 25 مليون دولار على صعبة فحم فحم للإرجيل. طبعا في شيء في شوية فحم بينجون محليا وفي شيء بيتهرب. فتصوري هذا الوباء اللي اسمه أرجيلي قديش خطر على الشعب اللبناني. إن شاء الله تكون هيدي الكورونا هي جرس إنذار لحتى نتخلى عن هالعادة السيئة اللي بتكلفنا من صحتنا من مالنا ومن وقتنا. يعني أنا ما بتصور شباب لازم يكونوا بعمر العمل والإنتاج أو يقروا يتابعوا يبحثوا بتلاقيهم قاعدين من الخمسة لنص الليل يعني سبع ساعات كل شاب من عمره عم يقضيهم على الأرجيلي اللي هذا عيب اجتماعي. بتصور كان لازم القيادات الاجتماعية والقيادات الدينية تنبه الناس انه هذا عيب اجتماعي ما بيسوي يتكفوا فيه. يعني في منهم بيعطوا فشة خلق مع الأسف مرة مش كل يوم كمان هالأرجيلي بتكون تحرمونا إياها. إذا بدي أرجع شوي لمداخلة أستاذ سالم زهران ذكر موضوع كتير مهم هو بيتعلق إلى أي مدى نحن جاهزين، مستشفياتنا جاهزة، قطاعنا الخاص قطاعنا العام جاهز على الصعيد الصحي بحال تفاقمت أزمة الكورونا بلبنان. بآخر دراسة عملتوها بتقولوا أنه بينصرف سنوياً أكثر من مليار دولار على المستشفيات الحكومية، صحيح؟ وليش في أكثر من جهة وهيدا إذا بدك تعدد الجهات ما بيؤدي إلى صرف الأموال بشكل مش معروف كيف؟ طبعاً إحنا بالدورية للعمومات عملنا دراسة من 3 أيام حجم الإنفاق الحكومي على الصحة والاستشفاء مش للمستشفيات الحكومية. يعني في عنا بلبنان وهذا نحكيها بالتفصيل، في عنا بلبنان 17 جهة حكومية معنية بالصحة والاستشفاء، يعني وزارة الصحة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، صناديق التعاضد، الاستشفاء العسكري. وبالتالي هودي المؤسسات ال 17 تمولن الدولة للصحة والاستشفاء بمليار ب 1660 مليار ليرة، يعني مليار و100 مليون دولار. طبعا في حدا بيحتاج انه تعاونية موظفي الدولة في قسم يعني 6% من راتب الموظفين بيعود لإسهام بنفقات التعاونية، لكن هو إسهام بسيط. إذا الدولة عم تصرف مليار و100 على الصحة والاستشفاء، وبنشوف انه نصف الشعب اللبناني إذا ما بتغطي وزارة الصحة ما عنده أي باب آخر للصحة والاستشفاء. ليش؟ لأنه عندنا هالتعدد، كل جهاز من هالأجهزة ال 17 عنده تعريفة خاصة وعنده إدارة خاصة لإدارة هالقطاع. أول شيء إذا وحدنا الإدارة بنخفف النفقات، يعني إدارة القطاع الصحي. تاني شيء بنوحد التعريفات بيصير عندنا مؤسسة وحدة تضمن كل هؤلاء اللبنانيين، مما يؤدي إلى جودة أفضل وإنفاق أقل. لكن أنا لحد الآن ما بفهم ليش كان في عنا وزارة صحة وضمان، صرنا ننشئ صناديق تعاضد وعنا تعاونية موظفي الدولة، وبالتالي يعني هذا نوع من تفتيت الدولة اللي بلش من سنوات. وبالتالي إحنا اليوم إذا عم نعيد بناء وتركيب الدولة لازم نعيد النظر بهالأمر، يكون عندنا جهة وحدة أو جهتين بس يكونوا ضامنين لهاللبنانيين. هذا بيوفر نفقات وبيحقق نتيجة أفضل، وبالتالي لازم يكون الأمر له أولوية بالمرحلة القادمة. هلأ نحن جاهزين أو مش جاهزين؟ يلا خليني بدي ما عندي فكرة كتير تجاوبني بعد ما أخذ المداخلة لأنه عندي مداخلة كمان حول الموضوع الاقتصادي إذا بدك، تحديدا الكورونا والأرقام العالمية والمحلية. مع الباحث والكاتب الاقتصادي أستاذ زياد ناصر الدين. مساء الخير. مساء النور إليك ولضيفك. مساء الخير زياد، كيفك؟ كيفك؟ كنا عم نحكي شوية أرقام أنا وأستاذ محمد عن الموضوع الاقتصادي، الكورونا والاقتصاد العالمي مش فقط المحلي، وكان عم يذكر أنه نحن ما تهزوا واقف عشوار، يعني قديش كمان الكورونا رح تكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد اللبناني. شو فينا نقول من ناحية الأرقام والعلم بهذا الموضوع؟ هلا بطبيعة الحال أستاذ محمد هو أستاذ الكل. لا 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 لا. ونحن دائما دولية للمعلومات عودتنا أن يكون عندنا دائما أرقام دقيقة، ويا ريت الدولة كانت عم تاخذ بهذه الأرقام لتعرف النتائج اللي نحن وصلنا لها. صرنا بإني شغلي اليوم نحن بواقع أنه قد نكون أمام إعلان حالة طوارئ. نعم. وبالتالي إعلان حالة الطوارئ اليوم تتطلب إجراءات على الدولة أن تقوم فيها حتى لو كان الوضع صعب، وهذا مفيد جدا بالنسبة للمواطنين، خاصة على مستوى اللي بيتعلق بموضوع اليوم أنت تشوف المواد الغذائية اليوم عليها كلها تدقاء. صح. فبالتالي إذا خففنا تدقاء لمدة شهر أو شهرين اليوم ما بنكون عملنا ضرر، بنكون ساهمنا بجزء معين من مشكلة عم نحاول نعالجها. لكن الموضوع الأهم أنا ريتر بيهمني اليوم موضوع المستلزمات الطبية.
مش مقبول بعد اليوم المصارف تضل حاجزة على أموال الشركات المستلزمات الطبية، ومش مقبول مصرف لبنان ما يقبل يغطي 250 مليون دولار حاجز لبنان السنوية لهالموضوع وخاصة بهالأزمة. كل الحجج اليوم اللي بدها تنطرح معاش مقبولة. اليوم المستلزمات الطبية هي عم نحكي بالأمن الطبي، وبالتالي هي ضرورية، ومنها هالمبلغ لا لح يكسر احتياطي مصرف لبنان ولا لح يكسر احتياطي الدولي. وخليني بس أكد على شغلي، أنه اليوم تراجع برميل النفط 30 دولار يعني 50% من قيمته، عكس بكل العالم تخفيض بكلفة الإنتاج وانخفاض بالأسعار إلا بلبنان. طيب هذا الاحتياطي نحن فينا نستفيد منه بهاي المرحلة أقله على المستوى الطبي، لأنه الواقع الطبي اليوم يتطلب منا أنه نأمن الحاجيات. ما في حدا يقول لي اليوم أنه سعر صرف رسمي وسعر صرف غير رسمي، في واقع أكبر من أي قرار، وممنوع بعد يتحكم شخص بهذا القرار. في دولة بدها تأخذ قرارها بهذا الموضوع، لأنه الأمن الصحي للناس أهم بكثير من الأمن المالي اليوم اللي كلياتنا مختلفين على طريقة إدارته وكيف عم ينشغل وكيف عم يتحكموا فيه بالبلد. طيب استاذ زياد، بموضوع اذا بدي ارجع شوي للموضوع الصحي المتعلق بالكورونا، كنت اوردت حضرتك بعض الارقام العالميه يعني التاثيرات المباشره للاقتصاد العالمي السلبيه بازمه الكورونا. هل نحن متجهين الى اين؟ الى ازمه ماليه عالميه؟ لوين رايحين؟ هلا هناك في بوادر بالخسائر الكبيره اللي صارت بالبورصات العالميه، خاصه اللي صارت بالولايات المتحده الامريكيه والبورصات العربيه، عم بتبشر بخسائر كبيره تتخطى تريليون دولار، وبالتالي هناك تراجع وتباطؤ بالانتاج الصناعي العالمي وخاصه في الصين اللي هي بتشكل 40% من الانتاج الصناعي. هناك تراجع اليوم بشيء اسمه انتاج صناعي في العالم، وهناك تقدم بشيء اسمه اقتصاد رقمي في العالم. صح. وبالتالي اليوم هون عم بصير في موازنة بين هذا الموضوعين. مثلا بالصين تراجع ال 40% اللي صار بالانتاج الصناعي واللي هو تخطى ال 250 مليار دولار، قابلوا تطور بالاقتصاد الرقمي والالكتروني فاق هذا المبلغ. اما اللي حصل بالولايات المتحده الامريكيه كانت خسائره غير متوقعه وسريعه جدا، وبالتالي هي انعكست انه أسوأ من الحالة اللي صارت عام 2008 وقت الانهيار المالي. وبالتالي اليوم هذا بده يقرأ، ما فينا نحدده اليوم، بده نحدده بالفترة قديش بده يستمر موضوع كورونا وشو تداعياته بنفس الوقت على الواقع الانتاجي العالمي. أكيد العالم اليوم في تباطؤ، في ركود اقتصادي، في ركود مالي، ونحن في لبنان للأسف يعني لا نحصد على الوضع اللي نحن عليه، بس أقله بإمكانات بسيطة ممكن ناخد شوية إجراءات لتخفف، خاصة فيما خص بعض الضرائب على القليلة أن عمل فترة طوارئ ضريبية لتخفيضها بهالأشهر الثلاثة. نعم. كرمال يعني نطلع من هذه الأزمة. طيب تثبيت سعر البنزين كيف يقرأ اقتصاديا؟ يعني كان في مطالبات من صندوق النقد الدولي بزيادة 5000 ليرة على تنكة البنزين، هيدي الزيادة ما صارت، هل استعيد عنا بطريقة التثبيت ولا كيف؟ هلا المبرر اللي عم يقال انه تثبيت سعر صفيحة البنزين ناتج لانه خزينة الدولة بتراجع كبير. صح. لكن اذا نحن جينا درسنا الموضوع بيتبين بنفس الوقت انه عم نخلي شركات التوزيع والشركات اللي عم تستورد البنزين كمان تحافظ على ارباحها. المطلوب اليوم كان، انا واحد من الاشخاص قلت كان لازم تنخفض سعر صفيحة البنزين، اقله بيعمل صدمة ايجابية شوي بالداخل الاجتماعي، لانه نحن اجتماعيا صرنا بحاجة لصدمة ايجابية. بس كيف بدها تنخفض؟ بس عفوا استاذ زياد، اليوم اذا الدوله بحاجه الى كل فلس عم بتنبش عليه كرمال تسد العجز بالموازنه، كيف بدها تخفض سعر صفيحه البنزين؟ ما بالعكس، ما هيدا اجراء يمكن مطلوب. الدوله عم تحصل على 7500 ليره من سعر صفيحه البنزين، اكثر من هيك السعر بيصير كثير كبير. وبالتالي اليوم الموضوع هل انه المطلوب فقط انه الدوله تحقق ايراداتها فقط من الضرائب الاستهلاكيه على المواطنين او تخفف كلفه على المواطنين؟ هناك رايان بالاقتصاد، في راي بيقول انه انا بدي جمع قد ما فيني جمع اموال خلال ضرائب مباشره وغير مباشره، وهناك راي ثاني بيقول خليني اعمل نمو وخفف كلفه على المواطنين. وبالتالي اليوم هذا الصراع بهذا الاتجاهين، نحن بعد بلبنان ما حطينا رؤية متكاملة لحتى نتفق بأي واقع بدنا نتجه. طيب سؤال أخير، اليوم رينا إذا بدك عن مشروع الكابيتال كنترول اللي عم بتحضره هذه الحكومة، عم بحضره الوزير غازي وزني،
شو صحة ما كتب عن قصة الودائع بالدولار وإنه الشخص اللي بده يسحب مصرياته بالدولار رح حولوا له إياهم على اللبناني وهذا يعني خسارة 35% من قيمتهم؟ هون عم نرجع بعد ما نحن عم نحكى بزنس سوادات، وبالتالي هل هو الهيكل اللي بده يصير بهيدي الطريقه انه انا بدي احول الاموال من دولار ولا ليره لبناني، ولا بدي روح اعمل هيكل ابتدي فيها على الفوائد؟ حتى هذا الموضوع اليوم موضوع تجاذب، يعني الراي اللي بيقول بالاقتصاد الميال اكثر انه خلينا نعمل تخفيض على هيكلي للفوائد الديون السياديه من ثم نجي على الفوائد الداخليه، في راي ثاني عم بيقول لا تلقائيا انه نحن خلينا مباشرة نعمل نغير بسعر الصرف او الاموال الموجودة بالدولار تنقلب على الليرة وهيك بتكون خففت 35% من الموضوع. حتى هذا الموضوع اليوم منه منتهي نهائيا، وهذا حيكون بالمرحلة القادمة كمان بمرحلة تجاذب، لانه من دون خطة واضحة ورؤية اصلاحية كاملة اي قرارات عم تطلع اليوم ما حتكون متكاملة. ما في اليوم قرار اذا ما بيطلع قرار في تكامل بين النقد والمال والاقتصاد والاجتماع، هذا بده يعتبر قرار خاسر وغير مفيد على المستوى الاقتصادي ومعالجة الأزمة بلبنان. نعم، شكرا لك الباحث والكاتب الاقتصادي زياد ناصر الدين على هذه المداخلة. قبل ما نروح للمداخلة كنا عم نحكي عن الانفاق على القطاع الصحي بلبنان، وقلت لي ما راح تجاوبني اذا لا انا عم بقول انفاق كبير بس انا ما بعرف قادريني واجهه ولا لا. اكيد وزير الصحه والمعنيين هن بيجاوبوا، بس اللي بنشوف المظهر بيوحي انه قادرين، لانه في عندنا مستشفيات خاصه ومستشفيات حكوميه كتير متطوره ومجهزه ونصرف عليها مليارات لتتجهز وتتطور، وبالتالي بعتقد انه ايه قادرين نواجه هذا الامر ضمن حتى مع انه بينحكى انه مثلا نحن اليوم بحاجه تنعمل حصر لانتشار هذا الوباء، لانه كل ما زادت اعداد الناس اللي بحاجه الى مستشفيات نحن عندنا سقف معين، يعني عندنا عدد اسره اذا زادت نسبه الناس المصابه رح نتخطى هذا السقف. هلا وزير الصحه حكى هذيك اليوم، انا ما بدي احكي كثير عن امر ما بفهم فيه، يعني وزير الصحه قال في عندنا 2200 سرير بالعنايه وغيره، كل هذا الامر بتصور انه لازم يكون لبنان قادر على المواجهة، لأنه يعتبر لبنان قطاعه الصحي كافي ومتطور، يمكن بده إدارة بده إعادة ترتيب، وهذا بشيء بيصير بشكل سريع، ما لازم يكون عندنا بتصور قلق بهالموضوع، بس المسؤولين هن بيفيدوا أكثر. بس بدي أقف عند شغلتين اللي عم نحكي إجوا بالحديث اليوم، أنه مصرف لبنان يمول أو لا يمول أو كذا. نحن عندنا مشكلة اليوم، في قدامنا أرقام رسمية بتطلع عندنا بيان الوضع الموجز لمصرف لبنان اللي بيطلع كل 15 يوم وبينشر بالجريدة الرسمية، يعني إذا بدي أقول هذا بيقول قديش عنده موجودات ذهب وعملات أجنبية وغيرها. الذهب شو بدنا فيه على أساس أنه في قانون يمنع التصرف بالذهب وخلي الذهب بهالوضع؟ أكيد ما حدا رح يحكي عن الذهب بوضع أزمي، بالعكس لازم نحافظ عليه أكثر وأكثر. بشباط 2018 قبل بشباط 2014 كانت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية 36 مليار دولار. بشباط 2018 كان 43 مليار دولار، 43 و300 مليون. بشباط 2019 كان 38 مليار. بشباط 2020 عم نحكي عن 37 مليار دولار. هذا حسب الأوراق البيان الموجز الرسمي. فإذا بغض النظر، بس لحظة هون بوضح لي شغلة، وزير المال أعلن بمقابلة تلفزيونية أنه هن 29 مليار وفي 7 مليار راحوا للبنوك، يعني فعليا هن 22 مليار. بغض النظر أنا عم أقول هذا الرقم، إذا نحن عم نحكي عنا وهذا الرقم تراجع من سنة الماضية للسنة 2.4 مليار، يعني نحن عم نحكي عن الرقم الرسمي هون عم بيقول 37 مليار لحد 20 انخفضنا لاخر شباط ل 36 مليار. باخر شباط صار الرقم 36. بغض النظر دفعنا 6 او 7، عم نحكي عن رقم 22 او 35 مليار اللي هو رقم كبير، مش كبير، مقبول، بخلي مصرف لبنان يتحرك وبيسمح للمصارف يتحركوا، يعني ما لازم نضلنا عايشين بالازمه اللي نحن عايشين فيها، لانه عم نحكي عن 3 او 4 مليار عند مصرف لبنان بيكون الوضع حرج وخطير ومأساوي، اذا عم نحكي عن 22 او عن 36 مليار بيكون الوضع بيسمح لمصرف لبنان يساعد بحل هالازمه هيدي، خصوصا بالمجال الصحي والاستشفائي، ما لازم يكون في عندنا اي شكوى بموضوع نقص التجهيزات الطبيه او المواد الطبيه لانه فيش عندنا دولار، وبالتالي هذا الرقم
إذا صحيح قولوا لنا صحيح، مش صحيح قولوا لنا شو الرقم الصحيح على ضوءه نقدر نبني التصور تبعنا. الأمر الثاني اللي نحكى عنه موضوع البنزين، وهون بدي أتوقف لأحكي شوي بالتفصيل إذا سمحتي لي. الدولة اللبنانية كانت هي تستورد وتبيع البنزين، كانت تدعم البنزين، كان البنزين مدعوم. بسنة التسعين توقفت عن هالأمر وصار بإيد القطاع الخاص، اللي صار هو عبارة عن 5-6 شركات حققوا أرباح طائلة بهالقطاع هذا. اليوم كل نهار كل أسبوع تجار البنزين بيعطوا جدول لوزارة الطاقة والمياه، بيطلع شيء اسمه جدول تركيب الأسعار. جدول تركيب الأسعار شو بيحدد؟ بيحدد أول شيء ثمن البضاعة بناء على الأسعار العالمية اللي اشتروا فيها على مدى 4 أشهر، على مدى 4 أسابيع ماضية. يعني هون بدي أقول للناس للبنانية، إذا انخفض سعر البرميل جمعة الماضية ما بتشوف الجمعة الثانية لبعد 3 أشهر، ثلاث أسابيع، لأنه هن بيجيبوا متوسط السعر خلال 4 أسابيع، يعني خلال شهر. فبالتالي نحن بنعمل هذا الأسبوع وثلاثة لورا، الأسبوع الجاي بنعمل الأسبوع اللي نحن فيه واللي قبله واثنين لورا، وهكذا دواليك. يعني بنجيب متوسط السعر العالمي على 4 أسابيع ونعطيه لوزارة الطاقة والمياه، بتحدد بس أن تنقول السنة السعر اللي إجا بآخر قرار اللي طلع ب 10/3 كان سعر الألف لتر 675,000 ليرة. أوكي، هذا السعر يضاف له رسوم 245,000 ليرة إذا عم نحكي عن 98 أوكتان، بيضاف له أجرة شركة التوزيع 15,000 ليرة، أجرة شركة النقل 18,000 ليرة، وجعالة محطات البنزين 125,000 ليرة والتفئة، وبالتالي منحدد سعر المبيع. هودي الأسعار، هودي يعني عنا السعر المتحرك هو السعر العالمي اللي انخفض أو بيرتفع، وعنا بقية الرسوم ثابتة، وعنا التفئة اللي هي تتحرك ل 11% من الثمن. هلا اللي عم بيصير عنا في شغلة وقفت عندها أنا، إنه أصحاب المحطات بالفترة الماضية كانت جعلتهم هي 95,000 ليرة على الألف لتر على الألف، يعني عمليا 1900 ليرة. ب25/2 صارت 105,000 على الألف لتر، يعني صارت 2100 ليرة. ب23/3 صارت 115,000، يعني صارت 2300. وهذا الأسبوع اللي طلع بعشرة الشهر صارت جعالة المحطة 2500 ليرة على كل تانكة بنزين. وهون كيف ارتفعت؟ يعني الدولة زادت حصة محطات البنزين من دون ما يعلن هذا الشيء، لأنه كان في مشكلة محطات البنزين عم تقول نحن عم نشتري بالدولار وعم نخسر، وبالتالي اليوم أصبحت من دون ما يتم حكي كثير على الموضوع ارتفعت جعالة صاحب المحطة من 1900 ل 2500 ليرة. وما رأيت ليش؟ لأنه الأسعار العالمية انخفضت، وبالتالي قدرنا نزيد المحطات من دون ما نرفع السعر. هلأ حاليا لبنان يستهلك نحو 110 مليون ل 120 مليون تانكة بنزين بالسنة. الدولة بتطلع من كل تانكة، بتطلع إذا كان 95 أوكتان بتطلع 5060 ليرة رسوم، وبتطلع 2318 تي في آي، يعني كل تانكة بنزين بتطلع عليها 7378 ليرة. وإذا كان 98 أوكتان بتطلع الدولة كمان 7450 ليرة. الدولة عم تجيب حاليا من البنزين بين تي في آ ورسوم عم تجيب أكثر من 700 مليار ليرة. اللي عم بيصير أنا برأيي القرار اللي اتخذ بتثبيت السعر، يعني بكرة إذا انخفض السعر العالمي أكثر وأكثر، قد تتمكن الدولة من تحقيق 5000 ليرة عطيت البنزين من دون ما تزيد السعر. يعني بدنا نخفض السعر بكرة من 24 ل 19,000، رح يضل 24,000، بس الدولة رح تكون عم تحصل. بس هيك بنكون بس هيك بنكون ضربنا عصفورين بحجر واحد. أول شيء بتكون الدولة أمنت المداخيل اللي 500 مليار، وبذات الوقت المواطن ما شعر بارتفاع، بس ما شعر بتخفيض. يعني أنا هذا الموضوع حكيت عنه بالتفصيل لأقول إنه الدولة هلا عم تاخذ 7300 ليرة، ممكن ترجع تاخذ إذا انخفضت الأسعار واستمر الانخفاض بالأسابيع القادمة، كمان تقدر تجمع 5000 ليرة على كل تانكة بنزين من دون ما يشعر فيها المواطن، لأنه الأسعار العالمية انخفضت، وبالتالي بيكون في دخل للدولة إضافي لل 700 مليار، 500 مليار ليرة جديدة، لأنه مثل ما قلنا الاستهلاك هو 100 مليون ل 110 أو 120 مليون تانكة بالسنة. قبل ما نفوت بموضوع البنزين كنا عم نحكي شوي عن جهوزية مستشفياتنا، رح نطلع على الواقع مع نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون. مساء الخير نقيب. مساء النور.
عم تحكي طيلة هذه الفترة عن النقص بالمستلزمات الطبية. اليوم عندنا 15 إصابة جديدة بالكورونا والعدد مرشح للارتفاع للأسف بالساعات المقبلة. إلى أي مدى مستشفياتنا جاهزة؟ قديش مهلة زمنية وبتكون فولت هذه المستشفيات؟ يعني المشكلة اللي نحن هلا واقعين فيها وعم تتأزم كل يوم بيوم. هلا النقص بالمستلزمات الطبية يعني نقص حاد جدا وما فينا نكفي بهالشكل هذا، يعني مع تطور وباء الكورونا. هلا لما بنقول نقص مستلزمات شو بنقول يعني؟ كان عندنا اجتماع بالسرايا لحتى نبحث مع الموضوع هذا، ودكتور الرئيس طلع على الواقع البشع يعني، ورح ياخذ اجراءات معينه لحتى يحل المشكله، لانه ما فينا نكفي هيك ولا ممكن باي شكل. طيب نقيب، لما بنقول نقص بالمستلزمات يعني شو عم نقول؟ نقص بالقصص يعني الاساسيه، كمامات واجهزه تنفس واجهزه تعقيم، شو هن النقص يعني؟ اللي بنسميهم اول شيء بي بي ايز، يعني بيرسونال بروتكشن ايكويبمنت، مثل الكمامات، مثل المراويل، مثل الكفوف. نعم. هيدا من جهه. من جهه ثانيه في نقص بالات التنفس الاصطناعي اولا، لانه اعدادهم منا كثير كبيره الموجوده، يعني عندنا توتال 850 جهاز تنفس اصطناعي. والمشكله الثانيه انه في قسم منهم معطل، تقريبا شي 10% معطل، وما فينا نستورد له قطع غيار، لانه حسب تعاميم مصرف لبنان ما بيسمح ب نجيب قطع غيار من الخارج، ولا حتى اذا بدنا نشتري مع الات للتنفس الاصطناعي الات جديده منا قادرين. اذا اضافه الى المستلزمات اللي بنستعملها مع اجهزه التنفس الاصطناعي، مثل الفلتر مثلا، كل مريض حاطينه على اجهزه التنفس الاصطناعي بده كل 24 ساعه 3 فلتر. كل مريض بده جهاز الانابيب الخاصه، يعني لا وصل المريض لجهاز التنفس. هودي كلهم فيهم نقص. كنا عم نشوف بس ضيفنا عم يسالك، نائب ضيفنا عم يسالك، كل مريض بده جهاز تنفس؟ لا عاده يعني منقدر من اللي بيدخلوا على المستشفيات بسبب الكورونا 5% منهم بدهم ينحطوا على اجهزه التنفس. هذا تقريبا يعني احصائيات. عملنا هلع لانه عملنا خوف انه اذا كل مريض بده جهاز وعندنا 850 يعني كارثه. لا 5% من المرضى بيحتاج، بس انتبه مش 850 جهاز. هلا مثل ما بقول انا شي 10% مش شغالين، يعني هول تقريبا شي 90. بيفضل 770. في منهم اصلا عم نشغلهم على مرضى موجودين بالمستشفى، ما نحن جايبينهم نحن للكورونا. واضح. يعني عندنا ما يعادل 500-550 600 مريض يوميا موجودين على آلات التنفس الاصطناعي، يعني هذا بيترك لنا عدد اقل من 200 جهاز لا حتى نستعمله مرضى الكورونا اذا صار فيه لا سمح الله اوت بريك كبير. الواضح الاكيد انه هذا العدد منه كافي، يعني ما فينا ننتكل على العدد هذا. واليوم حطينا رئيس الحكومه بالجو وبنشوف بده يشوف شو بده يعمل. شو الاجراءات اللي قال لك رح يعني اليوم باجتماعكم معه، شو الاجراءات اللي حطكم بصورتها؟ شو تقريبا قال لكم رح يصير؟ هو اليوم اللجنة كانت لجنة متابعة الكوارث، كان الشق الطبي عاملين اجتماع. نعم. وكان الحديث، تعرفي كثر الحديث مؤخرا عن اعلان حالة طوارئ. نعم. وحملة يعني من هون ومن هون، كل العالم تحكي بالموضوع، بس هذه يعني قصة منها. يعني اليوم كان في اجتماعات بالسرايا مع كل القطاعات، مش بس القطاع الصحي، مع القطاع الصناعي، مع قطاع الأفران، مع لحتى يشوفوا شو تداعيات اتخاذ قرار بوقف التجول. يعني هذا منه قرار بيتخذ
يتخذ بهالسهوله هيدي. نحن اليوم كان البحث معنا شو وين صرنا بالقطاع الاستشفائي وقطاع الطبي بمواجهه فيروس الكورونا. ومن هون اجى العرض يلي عرضناه، ومن هون يعني هلا على علم رئيس الحكومه ومفروض انه يعمل اتصالات لازمه لتصحيح الوضع. ما في هذا الوضع، ما بنقدر نستمر فيه بظل تزايد عدد الاصابات وما بنعرف لاي حد بده يصير هالتزايد. قديش قدرتكم اليوم تصمدوا نقيب؟ عم نحكي عن اسابيع ولا عم نحكي عن اقل ايام؟ لكن لقلك بصراحة في لغز ما حدا بيعرف الجواب له، هو قديش حقيقة في مستلزمات طبية بالبلد، لأنه صايرين عم يستعملوها كتجارة وسوق سوداء. يعني بيجي بيقلك مقطوع شوي، بعدين إذا دفعتي له دوبل أو تريبل بلاقي لك كمية صغيرة. سو اليوم انطرح الموضوع على الطاولة برئاسة الحكومة، وأنا طلبت إنه يصير في كشف على كل المستودعات المستلزمات الطبية، تجار المستلزمات الطبية، لحتى أولا نحدد العدد قديش فيه، ثانيا يعني مفروض الدولة تحط إيد عليهم بحالة مثل هذه. ما مفروض تترك الامر بيد التجار ويلي عم يستغلوا الوضع. سو نحن طلبنا انه وزاره الصحه ووزاره الاقتصاد او الاجهزه المعنيه تنزل على كل المستودعات وتحط ايدها على، ما بدنا تصدرهم ولا بدنا تعطينا اياهم ببلاش، بس يامنوا لنا اياهم ويامنوا لنا اياهم بسعرهم الطبيعي. اذا جواب على سؤالك قديش فينا نصمد، حسب قديش في كميه موجودة بالمستودعات، بس الأكيد الأكيد أنه ما في كميات كبيرة. يعني نحن عم نحكي بقدر يعني هيك شعوري الشخصي أنه فينا نهدي أيام، يعني أكيد أكيد ما فينا نهدي أسابيع بهالحالة هاي. وبعدين في أشياء غير قصة الكورونا فيها نواقص وتشكل خطر أكثر بكثير كمان على حياة المرضى، في نقص بالمستلزمات الطبية. كل هذه يعني بحاجة إلى معالجة. يعني كلامك كتير خطير نقيب، خاصة لما بنقول إنه في البعض عم بيمارس سوق السوداء بهيك وضع، البعض بقاله بيه كيف بده يستفيد، يعني الله ينجينا. بس بدي أختم معك عن إصابة عدد من العاملين يعني الممرضين الممرضات الجهاز الطبي والتمريضي. عن قديش عم نحكي إصابات اليوم نتيجة الكورونا، وكيف يعني المواطنين عم يسألوا إذا الناس الأكثر شيء مفترض يكونوا محصنين هن انصابوا بالكورونا، شو تركوا للناس العاديين؟ هلا بالنسبه للارقام، اليوم كان بالاجتماع في نائبه الممرضات ونائب الاطباء. نعم. الممرضات في حوالي 15 اصابه مثبته. نعم. والاطباء في طبيبين مثبتين. هلا النسبه انه ياخذوا الوقايه تيحموا انفسهم، يعني هذا الكورونا جرثوم لعين وملعون ويعني وشديد اللي بيعدي بسهولة. أكيد معرضين، ما في شيء عمل مثل هذا صفر ريسك، يعني ولا ممكن نوصل على صفر ريسك. بكل بلدان العالم صار في إصابات بالعاملين بالمستشفيات بمواجهة الكورونا، وان شاء الله يعني ما تتطور الامور اكثر من هيك. طيب نائب، بعد في عندي سؤال، تفضل. بس بالمناسبه بدي وجه تحيه اكبر لكل العاملين بمستشفى رفيع الحريري، لانه نحن معه الحقيقه عم يعملوا معجزه، يعني كثر خيرهم والله يحميهم. بس بدي اختم معك، اليوم في 4 مستشفيات خاصة اذا بدك رح يصير بالامكان ينعمل فحص الكورونا فيها. في بعض الناس وضح لهم هيدي النقطة عم يتخوفوا انه يصير في انتشار للكورونا، لانه المصابين بالكورونا رح يفوتوا ويطلعوا على هذه المستشفيات. الى اي مدى المستشفيات الخاصة اليوم قادرة تسيطر على الموضوع من خلال حملة تعقيم كتير كبيرة وتعزل بقية الاقسام وتحمي يعني الناس الموجودين، المرضى الموجودين والزوار من الاشخاص اللي جايين يعملوا فحص كورونا اذا كانوا حاملين هيدا الفيروس؟
شوفي للأسف الكبير كمان هذه الشغلة صار فيها تجارة كمان. يعني إيه للأسف، يعني ما بعرف كان كتير شاطر أكثر من اللزوم، بيبعتوا رسائل نصية على التليفونات وواتساب إنه بيعملوا دعاية مختبرات إنه هن بيعملوا فحص للكورونا وإلى آخره. أولا منهم مثبتين إنه عم يعملوا الفحص بطريقة مضبوطة. نحن مع وزارة الصحة اعتمدنا على 5 مختبرات بالوقت الحاضر، مختبر طبعا مستشفى رفيق الحريري وال4 مستشفيات الجامعية ببيروت اللي هن الجامعة الأمريكية والجامعة اليسوعية والال اي يو ومستشفى الروم. اليوم اليوم في مستشفى الجامعة الأمريكية ومستشفى اليسوعية أو مستشفى الأوتيل ديو يلي عم يعملوا الفحوصات. الأسبوع القادم ببلشوا الال اي يو ومستشفى الروم إنه يعملوا الفحوصات. ما في خوف أبدا إذا المريض إذا مش مريض، مش ضروري يكون مريض، بس إذا الشخص تبع التعليمات يلي بيعطوه إياها لحتى وين يمشي وين يسلم الدواء، أبدا ما في خطورة فيها هذه إجراء الفحوصات أو الذهاب إلى إحدى المختبرات تيعمل فحوصات. بس أنا بنبه باخد هالمناسبة تنبه عبر شاشتكم إنه العالم ما تروح على حيالله مختبر، هذه منه المثبتين إنه يعني يعملوا الفحوصات بشكل جيد. واليوم اكتشفت شغله يعني قمة الزعبرة إنه في أحد المختبرات بيبعت الفحوصات على مستشفى رفيق الحريري بيعملون تحت وبيدعي إنه هو عملهم وبيقبضوا أجرته 250,000 مدري 300,000 ليرة. يعني هيدي اليوم اكتشفناها مش قليل. رح يكون في ايه بس رح يكون في مقاضاة لهيدا المختبر ولا هيك يعني؟ لا، مخصص المختبر كيف؟ مخصص المستشفى يعني. كيف اذا مختبر بده يكون الشخص حاضر؟ خارج مستشفى. ايه بس كيف مستشفى رفيق الحريري قبلت الفحوصات تعملها شخص ما اجى لعنده؟ ما هو كيف اكتشفناها نحن؟ في شيء لانه لما طلع اخذوا العين الثانيه مره ثانيه اخذوها انبعتت من المستشفى، مش راح المريض هو شخصيا. من اول وقبله بالمستشفى يعملوها؟ اول عينه انبعتت من مستشفى اكس ما بتعمل الفحص قبل بيومين. نعم. راحت على اساس بعتوها على المختبر، بس هذا المختبر بعتها على مستشفى رفيق الحريري يعمله. المستشفى الثاني بعد يومين بعتوا العينه قالوا لهم ما هيدي اوريدي نحن سبق وعملناها من يومين لنفس الشخص. وكانت مبعوثة من مختبر. يعني بدنا مشان هيك عم بقول يعني خلاصة الموضوع انه ما يتوجهوا على مستشفيات على مختبرات خارج المستشفيات مش مرخصة لوزارة الصحة تعمل فحص الكورونا تحديدا، لانه اتفقنا مع وزير الصحة كل مختبر داخل المستشفى او خارج المستشفى عدا عن هالمختبرات الخمسة اللي سميناهم بدوا إذن من وزارة الصحة حتى يجري فحوصات الكورونا. بقى ينتبهوا العالم لوين يروحوا وما يخافوا. نعم، شكرا لك نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون على هيدي المداخلة. طبعا في اشياء كتير حكاها قصة السوق السوداء بتخوف. لا، خلينا نوقف عند 3 شغلات. اول شيء قال في بعض المستلزمات بتكفي لأيام، يعني هذا كلام خطير أكيد. جدا، مش عم نحكي لأسابيع أو أشهر، قال أيام. في الأمر الثاني قال عن أجهزة التنفس في شيء موجود عند المرضى، وفي شيء نستعمل 250 جهاز يمكن أو 200، وبالتالي نحن إذا وصلت لا سمح الله 5000 حالة يمكن ما يعود عندنا أجهزة التنفس، يعني راح يموتوا الناس. وهذا القصة الفحوصات اللي بتنعمل من المختبرات بتروح على مستشفى الحريري. أنا بتمنى أنه ما يكون هالكلام صحيح، هلا هو نقيب وأخبر مني، بس بتمنى هالكلام ما يكون صحيح، لأنه سبق والنقيب قبله بأشهر قال نحن إذا ما في عنا استيراد بعد جمعة أو جمعتين بتسكر المستشفيات، والحمد لله ما سكرت. فإن شاء الله هلأ يكون النقيب شوي متشائم أكثر من اللزوم، لأنه الكلام الحكي إذا صحيح معناتها
وضعنا ما بيسوى أبدا مع الأسف. على كل حال كوننا عم نحكي عن هذا الموضوع، في بيان طالع عن وزير الصحة، قرارين عن وزير الصحة بإطار خطة مكافحة الكورونا. طلب الوزير حسن من المستشفيات، هون عم نحكي عن دور المستشفيات الخاصة، استقبال جميع الحالات اللي بتزورها كالمعتاد وفحصها وفقا للأصول المهنية لتشخيصها، على أن يحال على مستشفى الحريري الجامعي من يشتبه بإصابتهم بالكورونا. وشدد القرار الصادر عن وزير الصحة على ضرورة تطبيق جميع المستشفيات الخاصة التعميم المتعلق بتفعيل خطة الطوارئ واتخاذ جميع الإجراءات لاستكمال الجهوزية اللازمة لاستقبال هالحالات. وإجا هذا القرار عندما، وجاء في القرار أنه عندما تتخطى أعداد الحالات المصابة قدرات المستشفيات الحكومية فستعتمد المستشفيات الخاصة المصنفة T1 لاستقبال ومعالجة الإصابات بمرض الكورونا. وكمان صدر قرار ثاني عن الوزير حسن يتعلق بآليات الشراء والاستخدام الطارئ بمستشفى الحريري الجامعي، بما يتيح للمستشفى تأمين المشتريات الضرورية واستخدام ممرضات للعناية بالمرضى المصابين بالفيروس، تحديدا على أن تعرض جداول الإنفاق على الموقع الإلكتروني للمستشفى ووزارة الصحة. يمكن هيدا من بعد ما شفنا الإضراب اللي أعلن، يعني الشيء اللي كان مش مقبول، إذا اللي هن بخط الدفاع الأول عنا بدون يضربوا تياخدوا حقوقهم، يعني مش حقوقهم كمان، يعني أبسط شيء تقدروا يكفوا. هيدي المشكلة موجودة من زمان، ودائما كان في تأخير بدفع المعاشات والرواتب للعاملين بهاي المستشفى الحكومية وبكل المستشفيات الحكومية. وأنا هون بتوقف لأقول أنه عمليا يمكن عنا 39 مستشفى حكومي كلها يفترض إعادة النظر فيها وتفعيل دورة لحتى تكون قد المهام المناطبة إليها. اليوم في مستشفيات حكومية تعمرت ما تجهزت، بعدها مسكرة، لشو عمرناها؟ أو في مستشفيات تعمرت وتجهزت وبعدها مسكرة، لشو عملنا؟ وبالتالي يفترض ضمن هاي الخطة الصحية انه يكون في دور لهالمستشفيات لحتى لشو عملناها اذا بديش يكون في لها دور وغاية بهالمجتمع. بعد في شيء بدك نحكي عنه بموضوع بهذا الموضوع الصحي؟ لا انا ما بدي احكي بالاساس، يعني لانه عمليا نحن عم نحكي عن شيء خارج الزمان، لانه اليوم الناس ما بدهم يسمعوا هاي الارقام، بدهم يسمعوا شيء عن صحتهم المباشره. وبالتالي بس ما بتعرف، لانه الناس يعني اليوم كل اذا بدك نوع من شوي اللي عم يسمعوا، لانه اذا بدك بالحقيقه يعني هلا يمكن بس نظهر يلتقوا فينا الناس يقولنا شو جاي تحكينا، جيبوا لنا حدا يحكينا بالكورونا. هذا مش مش هذا الاولويه اليوم. صحيح، بس في اولويه كمان اليوم طبيعي، لانه الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي اولويه عند طبيعي الناس طبيعي. الى جانب الوضع الصحي، يعني صحيح هلا اذا بدك تراجع شوي الاهتمام بالشق المعيشي والاقتصادي، بس بعده أولوية عند كتار من الناس اللي اليوم إذا منقل لهم في إقفال للمؤسسات العامة والخاصة، كتار منهم بيفكروا أنا كيف بدي أمن لقمة عايشي وكيف بدي طعمي أولادي، يعني بغض النظر قديش هن حريصين على صحتهم وصحة أولادهم، بس عندهم هيدا الهاجس بعده موجود. بدي تابع معك بموضوع آخر. أنا بدي أتوقف لبلش أقول أنه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية وباء الكورونا كل هيدي أسباب لازم تدفعنا كشعب لبناني، كمسؤولين، كمدارس، كرجال دين، نبلش نغير نمط تفكيرنا. لأنه الطريقة اللي كان عايش فيها اللبناني كانت طريقة غلط، كانت مجتمع قائم على الاستهلاك من دون إنتاج، كانت مجتمع قائم على بعض المظاهر غير الأساسية وغير الضرورية. وبالتالي نحن اليوم محتاجين نبلش نفكر صح لنرجع يكون كل أدائنا وكل تفكيرنا وكل ممارستنا بالحياة صحيحة تنسجم وإمكانياتنا وواقعنا. اليوم أنا بدي أرجع أحكي لموضوع كتير منحكي عنه ومنذكر مرة واثنين وثلاثة، هو موضوع الهجرة. صحيح، لأنه عمليا لأنه اليوم مثل ما قلنا في عنا بطالة 25%، وإذا ما صار في إجراءات أو الكورونا طولت يمكن نوصل لنسبة أكبر ل 35%، يعني بيكون عنا رقم كتير خطير. هلأ هاي البطالة عم نحدنا جزئيا هي بموضوع الهجرة والسفر، لأنه نحن اليوم في ظل الأزمة الاقتصادية عم يكون في عنا هجرة وسفر زادت. يعني إذا بدي وقف عند 2016 في 11,000 هاجروا أو سافروا، لأنه إحنا بنعتبر اللي بيروحوا على الدول العربية رح يقعدوا 10 أو 20 أو 30 سنة ورح يرجعوا، على الدول الأوروبية يمكن يكونوا مهاجرين لفترة أطول. بال2016 إذا عم نحكي عن 11,000، بال2017 عم نحكي عن 19,000، بال2018 33,000، وبال2019 عن 66,000، يعني تقريبا زيادة الضعف بين 2018 و2019. هلأ هودي راحوا وهودي 80% هني من الفئات الشابة يعني دون 40،
المواطنين، وبالتالي لبنان عم يخسر هيدي الفئات الشابة. على أساس كانت المعادلة القديمة قائمة أنه في شباب عم يسافروا، عم نخسر شباب لكن عم تجينا تحويلات. اليوم نتيجة الظروف الاقتصادية لا في شباب ولا في تحويلات، فعم نخسر الشباب والتحويلات تراجعت، أو نتيجة الأزمة الاقتصادية اللي صارت معش حدا يسترجي يحول. والأمر الثاني ظروف العمل بالدول اللي راحوا للبنانيين كمان صارت صعبة، وبالتالي بيصير بس هو عم يشتغل حتى ما يكون باقي بلبنان وعم يعاني من البطالة. إذا منجي لنشوف هيدا اللي صار بال2019 اللي هو مؤشر خطير، يعني 66,000 اللي هو نسبة نمو الشعب اللبناني، يعني عمليا الشعب اللبناني إذا في 66,000 عم يسافروا من الشباب يعني ما عاد في عنا نمو سكاني، وبالتالي بلشنا نصير شعب هرم. متقدم بالعمر هرم. هذه المسألة ما منلاحظها بسنة وسنتين، رح نلاحظها بعد 10 أو 20 سنة بس بيكون فات الوقت. والأشهر الـ الأولى من العام 2020 كمان يعني منشوف مثلا بال2000 بشباط بكانون تاني وصل عدد 6300 مقارنة ب 6500 كانون التاني 2019، يعني نفس العدد. أوكي. الأخطر بشباط 2020 وصل عدد ل 14700 مقابل 10900 بشباط 2019، يعني تقريبا زدنا بحدود ال 4000 اللي هو يعني زودة 50% تماما تقريباً. اللي هو رقم كتير كبير بشباط. هلأ طبعا بأدار يمكن تكون الأمور أقل نتيجة تراجع السفر، لكن هذا مؤشر مهم لازم نوقف عنده. في عنا أمر تاني كمان هو موضوع العمالة الأجنبية، كمان مثل ما حكينا عن البطالة، إذا عنا نحن 1,350,000 عامل بلبنان، في 350,000 عاطل عن العمل، في عنا بلبنان نحن إضافة إلى 600,000 سوري والمية أو 120,000 فلسطيني، في عنا 400,000 عامل أجنبي سواء سنغالي أو سريلانكي أو أثيوبي أو هندي أو فلبيني أو غيره أو بنغلاديشي حتى. هودي ال 400,000 في منهم 250,000 هني عمالة منزلية، وبالتالي مثل ما حكيت صرت مكررة أكثر من مرة، في قسم كبير من هاي العمالة المنزلية غير ضروري، لأنه بس هي ما انخفضت الأعداد هلأ بآخر فترة. هاي العمالة المنزلية غير ضرورية وغير أساسية إلا بحالات محددة. اليوم بلشنا نشوف الفرق، يعني إذا بدي أقول بالشهر الأول من العام 2019 كان عدد اللي إجوا سمات للعمل كانوا 3600، بالشهر الأول من العام 2020 انخفض ل 2800 تقريبا، في 800 أقل، وبالتالي بتصور هذا من الأمور اللي لازم نبلش نفكر فيها، كيف نخفضها، كيف نخفض هاي الكلفة اللي عم يتحملها الشعب اللبناني. هيدي بوادر بتصور إيجابية بلشنا نشوفها بموضوع العمالة الأجنبية اللي بلشت تنخفض ولازم تستمر بالأشهر القادمة، ونبلش نفكر كيف بدنا نحل عمالة لبنانية محل هالعمالة الأجنبية اللي عم نستغني عنها. بس هون سؤال بالتحليل، يعني هي بلشت تنخفض لأنه إذا بدك المود دو في أو طريقة العيش اللبنانية اختلفت بعد 17 عام ما قبل 17 ولا بلشت تنخفض لأنه ما في دولار طبيعي أول العقلية. ما يتوفر الدولار رح ترجع مثل قبل؟ طبيعي بلشت تنخفض، مش العقلية تغيرت، بدنا أعملك هذا الشغل بده ينشغل أشهر وسنوات لحتى نبلش العقلية نغيرها، بس اليوم لا، نتيجة عدم توفر مصاري ونتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، لأنه كنت عم تحكي الألف دولار 1,500,000 صار الألف دولار 2,500,000 أو 2,600,000، وبالتالي هذا الأمر كان يعني مكرهين كانوا عم يعملوا هالشي. أنا بتصور لازم بالمستقبل نعمل هذا الشي عن قدرة وعن مقدرة، أنه نحن مش محتاجين لهيدي المظاهر الاجتماعية الكاذبة وغير الصحيحة بمجتمع وضعه مثل ما وضعنا نحن. ما بعرف هيك أنمينا النقطة، إذا أنتم بتفوتوا بهالتفاصيل بالدراسات اللي بتعملوها أستاذ محمد، ولكن اليوم كتير عم نسمع عن مثلا ناس عم بهاجروا بي يعني موارد أو بمعاشات كتير قليلة، يعني مثلا قبل ما كان حدا يهاجر كرمال 2000 دولار بالشهر، مش 2000 أقل كمان أقل. إيه طبعا هاي النقطة طبعا هيدي عم بتشكل نسبة كبيرة من الأشخاص طبعا اللي هيدي منلاحظها من تراجع التحويلات وحتى من خلال المتابعة العينية، يعني نحن وقت اللي بتعرفي عشرات
أو مئات الأشخاص اللي عم بيسافروا ب 1500 دولار أو ب 1000 دولار، وبالتالي اللي هو أنه مبلغ زهيد جدا، بس أحسن ما يكون بلبنان عاطل عن العمل هو مضطر يسافر ليكون عم يشتغل بس ليطلع مصاريفه. هون أنا بدي أقول أنه ما يفكروا أصحاب العمل إذا جابوا عامل أجنبي عطوه 300 دولار هيدا بيكونوا عم يعملوا مكسب، لا بيكونوا عم يربحوا هن شوي بس الاقتصاد كله عم يتدمر. أنا برأيي وعم بحكي اقتصاديا، إذا بيجي العامل اللبناني بياخد 1000 دولار مردوده على الاقتصاد أهم بمليون مرة من أنك تجيب عامل أجنبي ب 500 دولار، لأنه هيدا انفاق، هيدا عم يشتري، هيدا عم يعمر، عم يستثمر، يعني هيدا عم يعمل حركة، هيداك عم يجي يعيش بالحد الأدنى والباقي مصاري عم تروح لبرا. وبالتالي أكيد هيدي لازم تكون وعي وتحفيز لكل أرباب العمل أنه يبلشوا يوظفوا يد عاملة لبنانية بدل يد العاملة الأجنبية، خصوصا بالمجالات اللي فيها يد عاملة لبنانية. أنا ما بعرف ليش مثلا إذا عندنا احنا تنقول 3500 محطة بنزين، شفنا على فكرة شوي لازم يعني اليوم إذا 3500 قطعات ما كانوا يشتغلوا فيها قبل، لا اللبناني بيشتغل بس على الأقل تحترمي وقته، تحترمي دخله، تحترمي حياته، ما تعملي بطريقة غير صحيحة. اليوم إذا عندنا نحن 3500 محطة بنزين، إذا اعتبرنا المعدل أربعة صرنا عم نحكي عن 14000 على الأقل. نحن إذا أحللنا 10000 عامل لبناني بهالمحطات البنزين بنكون عملنا نهضة كتير مهمة، ووفرنا أو خففنا البطالة عن 10000 أسرة لبنانية. يعني إذا اعتبرنا الأسرة أربعة يعني صار في دخل 40000 لبناني. هيك بدنا نبلش نفكر، ما رح نيجي نفكر دغري كيف بدنا نوجد 100000 أو 200000 فرصة عمل، لا بدنا نبلش هون نوجد 5000، هون 3000، هون 200، هون 400، وبالتالي نبلش. أنا برأيي الدين العام أولوية والفساد أولوية والبطالة أولوية أكثر وأكثر وأكثر، لأنه بتشوفي اليوم إذا نحن كل سنة عم يدخل على سوق العمل 35000، في 7000 بيشتغلوا والبقية ينضموا إلى قافلة العاطين على العمل أو إلى المسافرين من دون راتب مفيد. هذه كلها يعني مؤشرات لازم نوقف عندها. برجع بقول العام 2019 أقفل على مؤشرات سلبية، العام 2020 مكفي بنفس السياق ما عندنا مؤشرات إيجابية. يمكن المؤشر الإيجابي الوحيد اللي شفته أنا هلأ هو موضوع السوق العقاري، هذا اللي بدي أوقف عنده إيجابي. هذا اللي وحيد يعني بدي أقول كل شيء، مثلا السيارات اللي كنا سنة 2018 لبنان استورد تقريبا 33000 سيارة جديدة، بال 2019 استوردنا 21000. بكانون الثاني الماضي على مرفق بيروت إجا ولا سيارة جديدة، بينما طبيعي. بالشهر اللي قبله بالشهر الكانون الثاني 2019 إجا 3700. كل المؤشرات سلبية، بس بموضوع المبيعات العقارية بنشوف إنه خلال كانون أول كانون ثاني إشباط ارتفعت نتيجة الوضع اللي عم نشوفه بالمصارف، إنه اللبناني بيقول لك ليش لتضل المصاري موجودة بالبنك، عم يسحب فيها شيك وعم يعطيها لحدا عم يقبل ياخد الشيك ويشتري فيها أرض أو شقة. لذلك بتلاحظي بشهري كانون الثاني وشباط السنة الماضية كان 1,060,000,000، هلأ بكانون الثاني وشباط عم نحكي عن 1,770,000,000، يعني ارتفاع بنسبة 67% مقارنة بالعام الماضي. وهذا الأمر إذا اليوم شفنا أنه الحكومة عملت وافقت على قرض مع الصندوق الكويتي ليعطوا قروض إسكان، إذا إجا قرض مثله كمان للمؤسسة العامة للإسكان ممكن يكون كمان شيء إيجابي. يعني أنا عم أقول أنه خلينا نبلش نضوي على الاشياء الايجابيه ممكن نحصلها بهالاشهر القادمه اذا صار في شغل صحيح. بدي تابع معك بكل الارقام، جرتك كبيره اسم الله عليك، ولكن خلينا انتقل عند الاب عبدو ابو كسم مدير المركز الكاثوليكي للاعلام. مساء الخير ابونا. مساء النور، يعطيك العافيه. انا بس السؤال الاساسي هو شو راح يصير بقداديس الاحد بزمن الكورونا؟ شفنا هلا عم يوصل اخبار انه اذا بدك ابرشيات معينه عم تاخذ قرارات بشكل منفرد، في شيء قرار كنسي راح يتعمم على الجميع وشو راح يكون؟ اليوم مثل ما اتفضلت بقيتي كل مطران بأبرشيته عم بياخد تدبير يتماشى مع الواقع الحالي اللي عم بيصير بأبرشيته. نعم. كل يعني البيانات اللي طلعت من المطرين اللي طلعوها كل مشان واحد ياخد بشيطة والحذر من بهذا الموضوع. هلا إذا الوضع تفاقم أكثر وصار في أنا حالة طوارئ وصار في يعني تطور بهذا الموضوع الكنيسة
بدها تتعامل مع الموضوع بشكل يعني يتناسب مع الواقع. هذا ما راح يطلع قرار صارح صريح وواضح برأيي أنا إنه سكوا الكنائس. بس إذا صار في بين سيدنا البطرك شكي وبكره بتصور رح يحكي بعض الأحد عن إنه ما حدا يترك يعني ما حدا يظهر إلا بالحالات القصوى. إذا اشتد المرض وصار بده يشكل خطر على الإنسان بدنا نتبع توجيهات الدولة بهذا الموضوع. ولكن الإنسان هو وضميره يعني إذا بده يتعاطى مع الموضوع بشكل شخصي. بس ما حدا يحسب إنه في شيء يعني إلزامي بيلزمه إنه يروح مثلا على الكنيسة يصلي. في وسائل إعلام اليوم بيطلع بيقدر يصلي على التلفزيون صلاة الأنام أو صلاة الوردية أو صلاة كذا. بالنسبة للقداس بدنا نتعاطى مع الموضوع بكل حالة بحالتها يعني بكل منطقة لأنه نهاية الوضع عم يتطور طلوع للأسف. ونحن ما نحمي حالنا نحمي شعبنا نحمي كنيسنا وهون المطران أبرى شيء هو بيقرر والكهنة بيلتزم. أبونا ولكن اليوم قداس الأحد وهلأ نحن بزمن الصوم في بعض الأمور هي فريضة على المؤمن المسيحي، فينا نقول إنكم بتحلوه هلأ استثنائيا بهذا الظرف من هذه الفريضة؟ يعني القداس أنا ما في نقول لحدا ما يجي قداس. بس إذا واحد كان خايف يجي لما ينعدى أكيد هذا ما بيكون يعني خطية علي. عرفت علي كيف؟ طبعا بينه وبين هلا الصلوات انا بقول لك الصلوات في واحد يصليها ببيته ايه انه البابا عملها على حتى البابا يعني عملها عبر الشاشه صحيح؟ ونحن عندنا وسائل اعلام مسيحيه كاثوليكيه تلفزيون تلفزيون وغيره وغير تلفزيونات بقدر اتابع الصلوات عم بحكي على التلفزيون. اما من ناحيه القداس بيرجع بقول لك بيرجع لكل شخص بشخصه وهو بيقدر أدابين يتحمل. بس أكيد أنا بحب أقول إذا واحد مصاب ب سمح الله بمرض الكورونا ضميريا ما راح مش لازم يروح على الكنيسة كما يعني غيره. هذه كمان واحد بده ينتبه لها. بحس عنده عوارض صحية غير طبيعية أكيد ما يجي على الكنيسة. وبركي المعرضين كمان أكثر من غيرهم كمان لا يعني حتى لو ما انه شخص مريض بركي من كبار السن بهيدي الفتره الاشخاص اللي عندهم مشاكل كمان صحيه كمان بيلقطوا بدهم يحافظوا على حالهم. نحن في بالتوجيهات طلعت للكاهن اذا كل اذا في شيء كاهن بحس على حاله انه هو عنده اي عارض من عوارض صحيه هذا كمان ما يروح على الكنيسه. يعني انا بدي باختصار بدي اقول لك نحن بدنا خلاص النفوس كمان لكن بدنا خلاص الناس. بدنا يعني نوازي بهذا الموضوع من دون ما نعمل بانيك بس ومن دون ما نحمل ضميرنا كثير. الانسان اللي بحس حاله متضايق او خيفان او في يقدر يمارس صلوات ويتابع الاحاديث من بيته. أبونا بعرف يمكن بكير على إثارة هذا الموضوع ولكن مثل ما نحن متجهين الأمور كل يوم للأسف عم بتزيد سوءا. يعني إذا بقينا هيك فينا نقول أنه قداديس الشعانين وعيد الفصح لأنه هذه فيها تجمعات كبيرة إن شاء الله نوصل الشعانين والفصح ما نكنش في عنا. لكن أكيد بالتجمعات ما رح يكون في زياحات ما رح يكون في تقبيل صليب ما رح يكون في كل هودة أكيد هودة هلأ طلعت التعليمات. بقى قد ما فينا نتجنب التجمعات ما نتجنبها. وانا بقول لك يعني العالم كمان عم تكون شوي خيفانه. نحن من امبارح صلاه الجمعه صلاه الانام برعايانا يعني انا بصلي بثلاث رعايا النسبه نازله ل 20% بس حضور اذا مش اقل وما فينا نلوم العالم. طبعا بقى نحن بدنا خلاص الناس بدنا خلاص الانسان وخلاص نفسه اثنين سوا. وقد ما فينا هلا ربنا ربنا يعني بيتقبل منا وين ما كنا اذا صلينا. اكيد صح. وان شاء الله بقوه يسوع قوه الادمان احنا بنكون عم نقدس عنا هالايمان الكبير انه يصير في شفاء من هالامراض وانحصار لهالمرض ان شاء الله.
شكرا لك الاب عبدو ابو كاسم مدير المركز الكاثوليكي للاعلام. بتعرف استاذ محمد يعني من الضروري الاضاءه على هذا الموضوع، لانه في كتار يعني هيدي بصلب ايمانهم انه نحن حتى لو شو ما كان وضعنا الصحي لا بدنا نروح على الكنيسه وبدنا نقدس وبدنا نشارك وبدنا نعمل اذا بدك كل واجباتنا الدينيه. اليوم لا، بدنا نكون شوي منتبهين اكثر على هذا الموضوع، اكيد مثل الكنائس مثل كل دور العباده. يعني خاصة امبارح كمان يوم الجمعة شفنا انه في بعض المساجد كمان كان عندها هيدي الاجراءات الخاصة اذا بدك، وفي بعض المساجد ما عملت خطبة الجمعة. ان شاء الله يعني انا بالحقيقة كلنا مؤمنين، بس انا يعني طالما جينا على سيرة المساجد والكنائس والحسينيات وغيرها، بتصور لازم هيدي الاماكن ما يكون عندها بس دور ديني، لأنه نحن جايين على وضع أصعب، دور توعوي حول كل أمورنا اللي عم نعيشها بلبنان، الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية، وبالتالي يعني مهم أنه يروح ويصلوا الناس، بس مهم كمان يكون عندنا هذا الجانب ما نهمله بالدين. الأمر اللي بدي أحكي عنه كمان هو موضوع الاقتصاد المنتج. كلنا بنحكي أنه نحن بدنا نعمل بلبنان اقتصاد منتج. طيب بيجي عندنا هالاقتصاد المنتج هذا، بنلاقي أنه نحن بنستورد بـ20 منصدر بـ3، يعني عم نوقع بـ17. هلا سنة الماضية نتيجة اللي صار تراجع الاستيراد من 20 مليار لـ19.5، يعني تراجع حوالي $500 مليون. السنة إن شاء الله بتراجع أكتر، لأنه إذا بتقري شو عم نستورد بـ20 مليار شغلات صرت حكيها أكتر من مرة على الإعلام ونرجع نحكيها، هاي دراسة عملناها نحن بالدولية المعلومات بآخر السنة. يعني بنقول مثلا عيب لبنان مثل ما ذكرت هلا انه عم نستورد بخمسة، لا فحم الارجيله ما بتقطع هي منها. طيب هل بيعقل انه نحن نستورد مي $5 مليون؟ مي يا جماعه لبنان مي نستورد بـ5 مليون دولار. طيب لازم نصدر نحن. طيب هل يعقل لبنان بيستورد تفاح، وهي تفاح بالعقوره وبغيره بجرود بفريا بمهالمزارعين بيصرخوا؟ اوكي عم نستورد تفاح بـ1.5 مليون دولار والمزارعين عم بيصرخوا. هل يعقل نحن نستورد عسل $2.9 مليون وكنا لحالين عم يبقوا انه شو عم نعمل بالنحل تبعنا؟ نحن عم نستورد بـ540 مليون دولار البان واجبان. هل يعقل فينا نربي ابقار قد ما بدنا ويكون في عنا في مزارع وحتى بمحيان معين بيختلفوا المزارعين هني والمعامل الاجبان والالبان بيكبوا الحليب على الطرقات، صح. وبالتالي نحن هون الشغل كيف فينا، هون دور المسؤولين، كيف فينا نخفض هالفاتورة من 20 مليار ل 15 مليار او ل 18 مليار؟ لانه احنا بنعرف اقتصاديا كل ما وفرنا بالاستيراد مليار نعمل بلبنان بالداخل 40,000 فرصة عمل، 40,000 فرصة عمل. هذا الامر اذا لازم ان احنا نحكي ما بدنا نستورد بقى بـ20، بدنا نستورد بـ17 بـ18 لانه بنصير نعمل فرص عمل. وهذا الامر شو وين بده نطلع عليه؟ بنشوف نحن انه موازنتي القطاعات الانتاجية يعني زراعة وصناعة متدنية. بس لأقول للمشاهدين بسنة الـ94 كانش عندنا وزارة صناعة، كان عندنا مديرية عامة للصناعة، كانت ميزانيتها 910 مليون ليرة، وزارة الزراعة كانت ميزانيتها 37 مليار، الموازنة العامة كانت 4100 مليار، يعني كانت موازنة الزراعة والصناعة 0.92%، ما وصلت للواحد. طيب بـ2019 صارت موازنة وزارة الصناعة 9 مليار و200، يعني 0.39، موازنة وزارة الزراعة 81 مليار، 0.35، موازنة العامة كانت 23,100 مليار، يعني موازنة الزراعة والصناعة 0.39، يعني هونيك كانت 0.9، هون صرنا أقل من 0.5%. وبالتالي إذا ما عززنا هاي الوزارات لحتى يكون عندها قدرة على انهاض القطاع الزراعي والصناعي، بنكون ما عم نعمل شيء للحد من الاستيراد السلع بلبنان، لأنه قادرين يكون عندنا، أنا اللي بعرف في كتير سلع لبنانية منتجة هون وقادرة تنافس عالميا، بس بدها حماية وبدها رعاية وبدها دعم. بس اليوم في نظريتين بهيدي القصة. أول نظرية بتقول أنه نحن إذا بدك ما عندنا المساحات اللازمة حتى نتحول إلى الاقتصاد المنتج بدل الاقتصاد الريعي، وتاني نظرية بتقول أنه الصناعة والزراعة هيدي أمور تخطاها الزمن بالدول المتقدمة، يجب الاتكال على صناعة التكنولوجيا. ما هي جزء من الصناعة، ما هي جزء من الصناعة، بس صناعة التكنولوجيا ما هي جزء من الصناعة، ما هي جزء من القطاع الصناعي، يعني صناعة التكنولوجيا والمعلومات والانفورماتيك هي كلها جزء من الصناعة. مش ضروري إذا عم نحكي صناعة يعني نحكي بس تياب وألبان وأجبان، لا عم نحكي كل أنواع الصناعة. لا أوكي في أولويات في هيدي بدها مساحات أقل وعنده لبنان خبرة فيها،
ممكن نمشي فيها. وبالتالي هون أهمية تفعيل هودي القطاعين. ما حكيت عن قطاع معين، أنا حكيت عن الصناعة بشكل عام وحكيت عن الزراعة بشكل عام. لبنان بالرغم من صغر مساحته في مساحات فينا نزرع. يعني مثلا نحن اليوم حتى أقول لك أكبر مشكلة بتواجهنا دائما دائما هي قصة مزارعي البطاطا. لبناني بيستورد ب 31 مليون دولار بطاطا. يعني أنا مش عم أقول بدناش نزرع أو بدنا، لا عندنا بطاطا، ليش عم نستورد ب 31 مليون دولار؟ لأنه في اتفاقيات تجارية. أوكي، هاي الاتفاقيات عم تكون دائما على حساب لبنان. مظبوط، هالاتفاقيات مع الدول العربية مع الدول الأوروبية، بس دائما دائما عم تكون على حساب لبنان. وبالتالي يفترض إعادة النظر بهاي الاتفاقيات لحتى نوجد. أنا برجع بقول المشكلة الكبيرة هي موضوع البطالة، بلشت حديثي فيها وبحب أختم بالبطالة لأنه هذا أولوية الهموم عند اللبنانية. الكورونا اليوم بكرة بعد جمعة بعد شهر إن شاء الله بتخلص وبيرجعوا اللبنانيين أحياء وأكثر قوة ونشاط، بس بدهم يشتغلوا. صحيح. في موضوع بعد حابة أحكي فيه كمان عم ينحكى عنه هلأ، موضوع سياسي مش اقتصادي، عن قصة التعيينات اللي بدها تجريها هذه الحكومة. هلأ شو بدنا بالخلافات السياسية على نواب حاكم مصرف لبنان وما إلى ذلك، بس كمان أنتوا عاملين دراسة عن التعيينات طبعاً الشاغرة إذا بدك، أو الفئة الأولى اللي شاغرين بالدولة، شو فينا نحكي طبعا عنها؟ عندنا اليوم شغور هو ب 62 وظيفة فئة أولى بالدولة اللبنانية، وفي منهم هودي بيتوزعوا مع الأسف على كوتا طائفية. بتصور إذا مني غلطان يمكن 27 منصب يعودوا للطوائف المسيحية. نعم. والمناصب الأخرى للطوائف الإسلامية، وفي منها مناصب كتير مهمة ومضى على الشغور فيها أكثر من سنة أو أكثر من 5 سنين. يعني مثلا طبعا عندنا نواب حاكم مصرف لبنان اللي صار فيهم شغور من نيسان الماضي، يعني يصيروا تقريبا سنة. في عنا هلأ بآخر الشهر لجنة الرقابة على المصارف كمان، هيدا يعني هودي مؤسستين معنيين بالوضع المالي والاقتصادي. في عنا المجلس الوطني للإعلام اللي لازم يكون عنده دور كتير مهم بالمرحلة القادمة اللي عم نشوفه. في عنا مدير عام الطرق والمباني اللي صاروا سنوات شاغر. في عنا مؤسسة كتير مهمة أنا دائما بشدد عليها، هي المؤسسة الوطنية للاستخدام، صرت حكيها أكثر من مرة. صحيح. طبعا المدير عام شاغر فيها 53 موظف، ميزانيتها لا تزيد عن 4 مليارات ليرة. بس في خبراء، عفوا هون في خبراء بيناقضوك بهذه النقطة بيقولوا يجب إلغاء المؤسسة الوطنية للاستخدام. المؤسسة الوطنية للاستخدام أول مؤسسة لازم تفعيلها، يكون لها فروع بكل المناطق اللبنانية، تحصي عدد العاطلين عن العمل وتحصي شو هي إمكانياتهم. وبالتالي ما ممكن نجيب بقى أي أجنبي يشتغل إذا في لبناني بيشتغل هيدي. أنا بختلف مع كتير ناس بيحكوا في مؤسستين بعتبرهم أساسيات وضروريات لازم يبقوا، المؤسسة الوطنية للاستخدام والسكك الحديد والنقل المشترك، لحتى يكون نحن منتمسخر إنه وين في لازم يكون في عنا سكك حديد. هول مؤسستين كتار بيحكوا عنهم إنه لازم نلغيهم، أنا برأيي لا، لازم يبقوا ويتفعلوا ويكون عندهم دور، لأنه البطالة هم والنقل المشترك هم كبير. نحن بس لأوقف لأقول نحن مثل ما حكينا نستورد نفط، يعني ما بين فيول ونفط عم نستورد بأربعة مليار دولار، عم نستورد سيارات بقيمة 1.1 مليار، وعم نستورد قطع غيار ودواليب. هاي انخفضت مفروض هاي انخفضت، بس عم بحكي بعدنا يعني بعده رقم كبير بحدود 600 مليون. نحن يعني قطاع النقل ما بين بنزين وسيارات وقطع غيار عم يكلفنا أكثر من 4 مليار دولار، وقت نحن اليوم بيكون عندنا نقل مشترك يغطي كل الأماكن اللبنانية بطريقة سهلة ومريحة، منخفف تلوث، منخفف أمراض، منخفف زحمة سير، ومنخفف مصاريف. وبالتالي هذا أولوية قطاع النقل المشترك لازم يكون بين الأولويات. كمان ذكرت نقطة أساسية أنه أقفل العام 2019 على مؤشرات اقتصادية سلبية، وبدأ العام 2020 بنفس الشيء ما عدا القطاع العقاري. وضحت الفكرة بالقطاع العقاري، بس بقية الأرقام كمان بعدنا على ذات المشهد السوداوي نفس ال... يعني مثل آخر 3 أشهر تماماً، ما اختلف كل المؤشرات. أول 2019 شو بيشبهوا أكثر كل... يعني ما في شيء، كله مستمر بنفس المنحة التراجع. يعني إذا بدي أعدلك موضوع التضخم اللي ارتفع 10%، موضوع الأسعار هلأ بالأسواق تابعتوها بشي دراسة قديش نسبة الارتفاع؟ لا هلأ لا، بس أنه عمليا في عنا ارتفاع بالتضخم 10%. في عنا الأمر الثاني تراجع مساحات البناء المرخصة مستمرة. في عنا تراجع الودائع بالقطاع المصرفي مستمرة. عنا تراجع التسليفات للقطاع الخاص كمان مستمرة. عنا تراجع احتياطي مصرف لبنان، التداول بورصة كمان متراجع، تسليمات الإسمنت متراجعة. كل المؤشرات بنفس النسب.
عندنا ميزان المدفوعات بعد ما عندي الرقم ال تبع الشهر القانون الثاني، عندنا الشيكات المتبادله المتراجعه، كل المؤشرات اللي كانت باخر اربع اشهر او ثلاث اشهر بالعام 2019 مستمره خلال الشهر الاول والثاني من العام 2020. الخوف انه تستمر بالاشهر القادمه بنكون ساعتها نحن بوضع منه كثير منيح. بدي انتقل الى نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الاداريه السيده مارتين نجم كتيلي. مساء الخير. مساء النور. أطلق رئيس التيار مبادرة لمواجهة فيروس الكورونا. خليني بلش معلش بالشق السياسي قبل ما نحكي شوي عن المبادرة. رد عليكم النائب عماد وكيم، كتب عبر تويتر يقول إذا بدك تواجه الكورونا مثل ما كافحت الفساد وعلاجت الكهرباء بليز بلاها، اللي فينا مكفينا. يعني شو بدي أقول لك، ما بفكر بيستاهل انه نحكي عن هالموضوع او حتى نعلق عليه اليوم. في اشياء كثير اولى وفي اشياء اهم، والناس يمكن ما عندها اذان صاغيه لا للمناكفات السياسيه ولا لهالطريقه السطحيه بالتعاطي. انا بتحفظ عن اي تعليق. طيب كيف بتقيموا اليوم الاداء الحكومي الرسمي بالتعاطي مع الكورونا؟ اليوم في وجهتي نظر حيال هيدا الملف. وجهه نظر تقول انه وزير الصحه والحكومه عملوا كل اللي بيقدروا يعملوه ضمن امكاناتنا المتواضعه، واكبر دول اذا بدك عم تفشل قدام فيروس الكورونا بامكانات هائله نحن ما عندنا اياها. وجهه نظر ثانيه بتقول انه لا، كان في سياسه بدها مارسها وزير الصحه، كيتعرض الى ضغوط سياسيه ربما معينه، وهيدا الاستهتار بصحة اللبنانيين عبر السماح بالطائرات اللي سموها موبوءة توصل على مطار بيروت هو اللي وصلنا لهون. انتم من اي وجهة نظر؟ ما في شك انه اولا الوباء يلي عم نواجهه مثل ما تفضلتي هو يعني شيء صعب وعم ينتشر بسرعة، ولبنان منه اول بلد بطاله يعني العدوى او بصير فيها الانتشار. بس بفتكر انه كل المواطنين بيلاحظوا انه في حد ادنى من التعاطي بالمسؤوليه بمواجهه هالوباء، ويمكن مش دائما كل شخص منا عنده، بتعرفي، عنده توقعات معينه او تطلعات معينه. هالايام في كثير ناس معتبرين حالهم خبراء، في كثير ناس معتبرين حالهم، مثل في ناس بيعتبروا حالهم خبراء بالاقتصاد، في كثير ناس عاملين خبراء بالسياسه الصحيه. بس دائما باي ازمه او وباء من هالنوع كل شخص وصانع السياسه او الناس اللي بمركز القرار بدهم يقيسوا عده اعتبارات ومعايير لياخذوا قرار. في الشق الاقتصادي وتاثيره على حياه الناس، في شق الامكانات الماديه المتوفره، في شق الخبرات الصحيه، في الشق العلمي يلي والطبي يلي هو له علاقه بطبيعه الفيروس وانتشاره، وفي الشق الاجرائي يلي فيه اساليب الوقايه او القرارات والاجراءات يلي معقول تحد من انتشار الفيروس. نحن براينا الحكومه بالدرجه الاولى عم تتحمل مسؤوليه وعم بتكون بالحد الادنى، برجع بقول، شفافه بالتعاطي مع الموضوع، ان كان بالاعلان عن الاصابات او بالاعلان عن الاستعداد. بس نحن بنلاقي انه كان في جهد اكبر ممكن ينحط بوضع خطه كامله للاستجابه. لانه عندنا شعور انه بمحلات عم نتعاطى مع الملف شوي على القطعه، كل ما يصير شيء مستجد بنعمل رده فعل. الطريقه المثلى هي انه يكون في خطه عمل او خطه استجابه او خطه طوارئ شامله وبتوضح بكل مرحله شو لازم يصير، وهالشيء ممكن كمان يساعد الناس اذا بتعرف اكثر عنها وبصير في تواصل مع الناس حولها. اليوم عملتوا خطة إذا بدك بتتضمن سلسلة من النقاط. اليوم هيدي الخطة أول شيء ما بعرف إذا بلشتوا تلمسوا تفاعل المواطنين معها، في ناس قرروا يكونوا متطوعين متبرعين، بلشتوا تلمسوا شيء نتيجة هيدي الخطة؟ وكيف ستنفذ على أرض الواقع، خاصة أنه نائب جبران باسيل حكي أنه يمكن ما عندكم إمكانيات مادية بهذا الإطار؟ صحيح، نحن بالحقيقه يعني منا جايين ولا نحل محل الدوله ولا الجهات الرسميه ولا الجمعيات الاهليه اللي عاده تنشط بهالمجال. نحن كتيار سياسي ومكون اساسي بالبلد عم نوضع كل امكاناتنا ومواردنا على يعني محدوديتها بتصرف الناس وبتصرف
حتى المرجعيات الرسمية للمساعدة في الحد من انتشار الوباء. والنقاط العشرة اللي ذكرتيها حضرتك واللي صرح عنها رئيس التيار جبران باسيل هي بتتمحور حول مبادرات صغيرة ممكن التيار من خلالها يكون عم بيفرجي تضامن كبير ومساعدة كبيرة للمجتمع بشكل عام، وعم بيساهم بنشر التوعية وبتأمين بعض المستلزمات والمعدات الطبية اللي ممكن تساهم إن كان بالعلاج أو بالتست أو بالفحص المخبري أو حتى يعني مساعدة الناس اللي عاملين حجر خاص ببيوتهم. فإذا هذه الأشياء هي ضمن إمكانات محدودة. طيار اليوم وصار له من أول يعني من آخر الأسبوع الماضي تحول لخلية نحل، في استنهاض كبير لكل الناس من الشباب، من قطاع الشباب، من اللجان المركزية اللي عندها اختصاصات مثل البلديات، مثل الإعلام، مثل لجنة المناطق، مثل مجالس الأقضية، يعني كل اللجان المعنية، اللجنة المالية، كل حدا باختصاصه، بالإضافة إلى هيئات الأقضية والهيئات المحلية اللي أصلا بلشت على الأرض. إذا عم تشوفوا يمكن سمعتوا من كم يوم بلشت حملات التعقيم وحملات التوعية وغيرها، ورح يصير في تباعا إعلان عن الخطوات يلي رح نقوم فيها. وبالفعل نحن كتير يعني إذا بدك فخورين ومرتاحين لردة الفعل الإيجابية عند كل الناس وخاصة عند الملتزمين بالتيار وهالنخوة يلي عن جد بتفرجي قديش في حس وطني ومسؤولية عالية عم يتحملوها الجميع. على كل حال أنتوا داخل التيار الوطني الحر بلشتوا إذا بدك بتطبيق كل سبل الوقاية لمواجهة الكورونا، صحيح؟ يعني كيف في مؤتمرات التغيت وكل شيء؟ أكيد، يعني نحن ما فينا نكون عم نطالب الناس وننشدهم وننشر الوعي حول الموضوع منبلش بحالنا. نحن مثل ما بتعرفي كنا بأواج تحضيراتنا لمؤتمرنا الوطني الخامس يلي هو تاريخ ثابت بحياتنا التيارية. كل 14 أدار بصير في مؤتمر وطني تقر خلاله الورقة السياسية للتيار والميزانية العام السابق وموازنة العام اللاحق، وبصير في يعني كلام سياسي عادة يرسم المرحلة الجديدة، وهالشي كان رح يصير الأحد بكرة 15 أدار. وعادة كمان بيترافق المؤتمر الوطني مع عشاء تمويل كبير بيعمله التيار. كله التغى. بتعرفي التيار بيتكل على المتبرعين من ناس بيحبونا وبيأمنوا بمبادئنا وخطنا السياسي، وهي فرصة لحتى نخلي نحن استقلاليتنا محفوظة وقرارنا طبعا محسن. كل هالأمور صحيح إنها التغت بالشكل بس بالمعنى والمغزى ما التغت. اولا بالنسبه للعشر تمويلي نحن كان عندنا الفرصه يعني انه اول شيء خططنا لسبب الظروف الاقتصاديه انه نعمل ترويقه بلديه مثل ما بيقولوا ونشجع الانتاج الزراعي المحلي وقدرنا نبيع سلال مونه تشجيعا للمنتجات اللبنانيه وكمان جمعا للاموال للتيار، وعملنا هالمجهود خلال الاسبوعين الثلاثه الماضيين. وبالرغم من الازمه الاقتصاديه كان في ناس بعدها عندها مهتمة يعني أكيد. أول شيء نحس أنه بالمسؤولية ونحس بالتعاطف مع التيار، ونحن بنشكرهم كلهم حتى لو ما صار في نشاط كبير وإعلامي بس الكل قاموا بواجباتهم والتيار ممنونهم كلهم. ثاني شيء المؤتمر الوطني استعرضنا عنه بجلسة للمجلس الوطني. عادة المؤتمر الوطني يقسم إلى قسمين، جلسة المجلس الوطني أول شيء وبعدين مؤتمر عام لكل كوادر التيار. عملنا هالسنة بس جلسة للمجلس الوطني وكانت جلسة إلكترونية. هذه كمان تجربة يمكن ريادية بالنسبة لغير أحزاب سياسية مثل كل هالمؤسسات التربوية والمهنية اللي عم تتكل هلأ على التعليم عن بعد والتكنولوجيا للتواصل. عملنا نحن اليوم جلسة بالضبط كانت 158 شخص متصلين إلكترونيا كل حدا من بيته، وقدرنا نفوت على الورقة السياسية ونقر الموازنة. ولو ما تم نشر الورقة السياسية بالإعلام هلأ نظرا للظروف الاستثنائية اللي عم بمر فيها البلد، هيدي بتبقى لوقت تاني. وتركيزنا اليوم كان مثل ما شفتي على بكرة على موضوع الكورونا وخلق فريق الاستجابة
للوقاية من كورونا داخل التيار وهو بيتواصل مع كل المعنيين. شكرا لك مارتين نجم كتيلي نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الاداريه، استاذ محمد شمس الدين الباحث بالدوليه للمعلومات. انا بدي اشكرك كثير على حضورك. بس لو سمحتي لي باخر كلمه. طبعا طبعا نحن اليوم كلنا متشائمين، بس انا بدي دل متفائل لشغله. لبنان اليوم المئويه الاولى لانشاء لبنان الكبير، من وقت انشئ لبنان هو مريض وعم يعاني امراض، مرق بكثير ازمات وطلع منها، فبالتالي اذا بنستعرض كل هاي الازمات من الحرب الأهلية، من الاجتياح الإسرائيلي، من اغتيال الرئيس رفيق الحريري، من حرب تموز 2006، لكل هاي الأزمات بنشوف إنه لبنان طلع فيها. اليوم لبنان بأزمة، أكيد إن شاء الله رح يطلع منها إن شاء الله. بدنا كل شيء سلبي مع الأسف، بس بدنا نضلنا متفائلين لأنه بكرة أحسن إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بدي أختم معك، شكرا كتير لك على حضورك، على معلوماتك، على كل الدراسات اللي بتقوموا فيها بالدولية للمعلومات، يعطيكم ألف عافية. وبخبر وصل هلأ أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه خضع لفحص الكورونا، والنتيجة لم تظهر بعد، ستظهر بالساعات المقبلة. يعني هون عم نحكي يمكن عن رئيس أكثر الدول تطورا وتقدما، هيدا هو الكورونا، يعني يا ريت نتركه بعيد عن السياسة تحديدا بلبنان. شكرا لك من جديد استاذ محمد. مشاهدينا بنشكركم على حسن المتابعة، والى اللقاء.